يمكن دي كانت اللقطه اللي معانا من خلال مباراه الاهلي واتحاد الليبي في بطوله افريقيا لكره اليد، وجمهور النادي الاهلي اللي دائما بيحس باولاده وبنبض المجهود اللي بيعمله كل واحد من اولاد النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب طبعا بيحييه بشكل كبير وبيقولوا له الف سلام عليه، وبيحيي طبعا رئيس النادي الاهلي وواحد من ابناء النادي الاهلي، واحد من عظماء كره القدم بالنسبه لمصر والنادي الاهلي. دائما جمهور النادي الاهلي يعني بيقدر بشكل كبير مجهودات ولاده. كابتن محمود الخطيب الف سلام عليه وسلامات يا كابتن بيبو. ده اكيد لقطه اليوم بالنسبه لمباراه الاهلي والاتحاد الليبي اللي فاز فيها النادي الاهلي 28-20 في بطوله افريقيا لكره اليد. كنا معاكم من خلال طبعا كابتن هيثم السعيد والاستوديو التحريري الخاص بهذه المباراه، ولكن طبعا هنظل معاكم من خلال استاد الاهلي ونكمل تحليلنا لمباراه الاهلي ووادي دجله واللي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 بهدف لوليد ازارو في الدقيقه 28، ويستكمل ازارو مشواره في مرحله التهديف وحصوله على لقب الهداف ان شاء الله، وبيصل للهدف رقم 18 وايضا الهدف رقم 70 بالنسبه للنادي الاهلي في هذه البطوله. اكيد ثلاث نقاط يعني استكمالا لمشوار النادي الاهلي في تكسير الارقام القياسيه. قلت لحضراتكم في بدايه الاستوديو ان النادي الاهلي النهارده في حاله فوزه على وادي دجله يبقى فاز على جميع منافسيه في الدوري الممتاز هذا الموسم، وده الهدف امامنا لوليد ازارو في الدقيقه 28. اكيد واحنا بنتكلم وليد ازارو طبعا واحد من الهدافين اللي موجودين في الدوري الممتاز، وهو هداف الدوري ان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله، فاضل له ثلاث مباريات يبقى متواجد فيهم ان شاء الله ويحرز ايضا اهداف اخرى ويحصل على هذه الجائزه او هذا اللقب بالنسبه للدوري المصري. ويعتبر وليد ازارو من اللعيبه المحترفين القلائل اللي احرزوا كم العدد من الاهداف بالنسبه لعدد الاهداف 18 حتى الان. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي دائما اللي احنا بنسعد بفوزه وجمهور النادي الاهلي بيسعد بفوزه وتالقه والحاله الفنيه الرائعه اللي متواجده عليها الفريق في الوقت الحالي. خلينا نرحب بضيوفي مره ثانيه، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع سين، كابتن عادل عبد الرحمن. بقول لك كابتن شريف في البدايه مبروك، مباراه مميزه وسلامات برضو زي ما احنا كنا بنتكلم في الاول في اول استوديو جمهورنا اكد على الجزئيه دي. كابتن بيبو طبعا سلامات طبعا. الحقيقه حاجه جميله جدا ان الناس بتحب الخطيب بهذا الشكل، ايوه كلنا بنحبه طبعا، هو يستاهل الحقيقه، ربنا يرجعه لنا بالسلامه باذن الله. مبروك نادي الاهلي النهارده، تاكيدا دايما المباريات كلها اللي هو بياخدها ماخذ الجد. مبروك عوده ازارو اللي كان ممكن النهارده يكون هاتريك، يعني النهارده تاني شوط دايما بيبقى فيه تصاعد في اداء النادي الاهلي، من احدهم ان ازارو النهارده كان فايق جدا وكان وحش الملعب، فكان يستطيع النهارده انه يحرز اكتر من هدف الحقيقه، انما هي اللمسه الاخيره دايما مش ازارو بس، يعني كان ميدو جابر، كان اسلام، كان حسام غالي حتى جات له كوره كانت ممكن تبقى فيه بهجه كده في الملعب. حسام الناس بتحبه برضه، بتحب تشوف ادائه من اللمسه الواحده الجميله اللي عملها. الاهلي عمل كل حاجه النهارده في الكوره غير انه يعزز الهدف اللي هو جابه في اول شوط. بيلعب بارتياحيه في الهدوء اللي انت كنت بتتكلم عنه في اول الاستوديو النسبي، ان لازم لعيبه تبقى عندها هدوء انما بمأخذ الجد بشرح وافي للاجهزه الفنيه، احنا نقدر نعتمد على لعيبه وبنعدها لمباريات افريقيا اللي جايه. نتمنى كل التوفيق في مباراه الزمالك اللي جايه ان شاء الله، و المباراه اللي هي اي حاجه بنلعبها النادي الاهلي من دول كان حبي او رسمي، احنا بنطمع طبعا ان يكون الجاهزيه كلها لمباراه الترجي. كابتن ربيع، استكمالا لانتصارات النادي الاهلي في الدوري الممتاز وعدم النظر لحاجه اي فريق لمباراه او نقاط زي ما احنا بنتكلم، طبعا احنا عارفين ان النادي وادي دجله كان داخل هذه المباراه وهو محتاج ثلاث نقاط حتى يبتعد عن شبح الهبوط بالمنافسه طبعا مع طنطا والرجاء كابتن، لكن النادي الاهلي ما بينظرش لهذا الموقف، هو بيبص لمكاسبه هو تحقيق ارقام بالنسبه للنادي الاهلي ايضا كمدير فني كابتن حسام بدري واللاعبين ايضا كابتن. خلينا ان احنا نقول ان النادي مبروك طبعا على الثلاث نقاط، وده وضع طبيعي جدا، البطل بيدور دايما على المكسب. على احنا قلنا ان الفتره الاخيره بعد حصولنا على الدوري قبل نهايه الدوري بمباريات كتيره جدا، قلنا ان الاهلي بيحطم الارقام، الاهلي بيدور على الارقام،
الاهلي ما بيدور على مكسب ومن غير المكسب جمهور الاهلي ما بيرضاش، ولا الاداره ولا هو طموح اللاعبين دايما المكسب، هم برمجوا نفسهم على المكسب خلاص بصرف النظر، كله بيحافظ على كان كله بيدور على ان انا اعمل احسن اداء احسن كوره استمتع. لينا جمهور كبير جدا جدا، الجمهور ده دايما بيثق في اللعيبه وبيثق في الاداره وبيثق في الجهاز الفني، فالامور كلها لازم محمد تمشي للاحسن والافضل بصرف النظر عن حاجه. النهارده النادي الاهلي عمل ماتش كبير جدا، نسبه الاستحواذ كبيره جدا، السيطره، الكثافه العدديه، الاهداف، اهداف النهارده مؤكده بلاعب منافس النهارده بيلعب دفاع هجومي، في اوقات كان بيفتح وبيغامر كتير جدا، بس على حساب ايه؟ لو كان في توفيق النهارده للاعيبي النادي الاهلي كان مش اقل من 4-5-0، دي حقيقه والله كتير جدا وصلنا كتير، كله ضيع، جاي ضيع وازارو ضيع اكتر من هدف، احمد حمدي ضيع اكتر من هدف، في النهارده اكتر من شكوك في بيلتي اكتر، يعني في كورتين يعني فيهم شك بنسبه كبيره جدا، انما الغلبه للاهلي، السيطره للاهلي، الاستحواذ الاهلي هو الاحسن، هو الاخطر، هو الافضل، هو الاسرع، خد بالك ده الهدف بتاع ازارو طبعا. ازارو السرعه كابتن هنا بالنسبه لازارو فريقه بشكل بص المواجهه مع الاهلي المفروض تبقى ليها حسابات، فرق 49 نقطه ما بين دجله والاهلي، طبيعي جدا محمد الفوارق دي تخيل المدير الفني يعيد مره واثنين وثلاثه وسبعه وثمانيه وعشره وعشرين، يعني بيلاعب السرعات، بيلاعب الايقاع، بيلاعب الاداء، بيلاعب التمرير، بيلاعب التحرك، بيلاعب التلت الامامي النادي الاهلي وصل كتير جدا، بيعرف يوصل ازاي تطوير هجومه من تلت لتلت لتلت، النادي الاهلي دايما للامام 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 للامام، وبيفنش محمد احسن تفنيش. فطبعا المباراه النهارده هايله، واللعيبه في حاله يحسب النهارده اللعيبه مع الجهاز الفني بحاله بدنيه رائعه، حاله فنيه رائعه، خلينا واقعيين، احنا ما بنقولش عشان احنا رواد، احنا لو في حاجه في الاهلي بنقولها ما بنخافش، لكن النهارده في شيء مبدع، شيء كويس، لما اوصل النهارده كتير واضيع يبقى انا النهارده حالتي الفنيه كويسه. صحيح كابتن عادل، يعني المباراه اكيد النادي الاهلي ثلاث نقاط، هو ما بيدورش على مكسب بس، هو بيدور على تجهيز اللاعبين، بيدور على خروجك بارقام زي ما احنا بنتكلم دايما، ارقام جديده بالنسبه لكل من الجهاز الفني واللاعبين والنادي، حاجات كتير جدا بتبقى اهداف وانت داخلها في هذه المباريات بتحاول تحققها في مباراه، والنهارده طبعا حققت مجموعه من الاهداف اهمها كابتن. اكيد اتكلمنا المكسب طبعا، اكيد اتكلمنا قبل الاستوديو في الاستوديو اللي قبل المباراه، اتكلمنا على ان احنا النادي الاهلي محتاج انه يكسب النهارده، محتاج انه هو يزود عدد النقاط، لانه في النادي الاهلي لازم يحط في دماغه انه لازم يعدي النقاط من ال 87، يعني عنده مباريتين من الثلاثه لازم يكسبهم، علشان لو عدى ووصل للنادي الاهلي وصل لل 82، النادي الاهلي وصل دلوقتي 82، لو كسب هيبقى 88، هيبقى عدى النادي الزمالك اللي هو خد البطوله من قيمه 3 سنين، ده رقم ده لوحده. الحاجه الثانيه المهمه اللي انا عايز اقولها لك، صعوبه المباراه بتاعت النهارده، النادي الاهلي بيلعب مباراه صعبه جدا، مش علشان الخصم من وادي دجله، لا علشان اللي نقدر نقول عليه الحوافز بتاعت اللاعبين، بمعنى انت بتلعب على بونتو، بتلعب على دوري، انت خلاص حسمت الدوري، فدي صعوبه المباراه على الجهاز الفني، اللي هو ازاي يعمل حافز اخر للاعبين ان هو يوصل انه يلعب مباراه جيده، لان انت عارف اللاعب المصري او اللاعب العربي لما بيوصل للهدف بتاعه بينزل شويه، الا في النادي الاهلي، ودي كانت حاجه كويسه قوي، لان النادي الاهلي مصمم بيعمل ارقام اخرى وبيشتغل شغل تاني، ان هو لازم يكسب يوصل للنقطه 88 او يزيد عن ال 88، ممكن يوصل لل 91 بونت عشان يعمل رقم كويس، رقم كبير. الحاجه الثانيه المهمه، طريقه اللعب النهارده النادي الاهلي مع وادي دجله، وادي دجله من الفرق اللي انا عايز اقول لك عليها كابتن محمد السنه دي لغز كبير ولغز محير لازم نعترف بيه، لما يبقى وادي دجله اللي الفرقه اللي دايما كانت بتبقى في الناحيه في الناحيه التهديفيه رقم 6 أو 7 ما بين انديه الدوري، وادي دجله السنه دي في الترتيب ال 15 في الناحيه التهديفيه، في الناحيه التهديفيه، يعني قبله بس اربع فرق ما جابوش العدد الاهداف اللي جابها، 28 هدف، وده حاجه مستحيله ان وادي دجله في بطوله الدوري يجيب 28 هدف بس، حتى كمان في الحته الدفاعيه ال 15 في الدوري، يعني انت بتتكلم على تصنيف وادي دجله النقاط بتاعته قد تصنيفه في الترتيب في الدفاع والهجوم بتاعه، داخل فيه 43 هدف، النهارده يبقى 44 هدف. فرقه زي وادي دجله فرقه امكانياتها عاليه، من الفرق اللي دائما كنت ببص لها على انها فرق ممكن عندها المناخ بتاعها طيب، الاحترافيه اللي فيها نادي دجله كان ممكن يوصل، لكن التضارب اللي حصل في وادي دجله السنه دي كتير قوي هو اللي خلى
النادي دجله وادي دجله يلعب على انه ممكن عاوز يقعد في الدوري الممتاز ده، واحد اتنين انه لما يعمل اداء زي ده بهت قدام النادي الاهلي يبقى فرحان انه خسران 1-0، ودي حاجه ان السنه دي تحسب للنادي الاهلي وما تحسبش لوادي دجله، ان وادي دجله في الوقت اللي زي ده كان بيبقى الرابع او الخامس او السادس او السابع في الدوري بالكثير قوي، لكن السنه دي وادي دجله ادى اداء غير مميز يعني. طيب خليني بس هروح سريعا للقاء خاص مع لاعبنا لاعب النادي الاهلي لكره اليد كابتن عمر حجاج، واللي اتصاب في مباراه الاهلي والاتحاد الليبي، وطبعا نطمن عليه من خلال هذا اللقاء، بس ان هو اتصاب بعد كده طلع على المستشفى ان شاء الله، الف سلامه عليه. اتفضل يا عم. الناس عايزه تطمن عليك الاول حاجه، والناس كلها عايزه تطمن عليك، وجمهور النادي الاهلي يمكن كان ليه نداء عليك قبل ما تطلع من الملعب طبعا، لكن عايزين نطمن عليك، قول لي انت عملت ايه بس، وايه الاصابه حصل ايه بالظبط؟ والله بص انا مش فاكر حاجه، يعني مش فاكر الا بس اتخبطت واحده في بقي وخلاص، ده اللي انا فاكره، بس الحمد لله يعني الحمد لله على كل حاجه. لما اللي حواليك كابتن خالد العوضي كابتن عاصم الجمهور ده بيديك اصرار كبير ان شاء الله ان انت البطوله تكون من نصيبنا، وعايز اكلمك على الفوز النهارده يا كابتن عمر برضه. الحمد لله، انا ما اعرفش والله احنا فوزنا ولا، بس الحمد لله اللهم لك الحمد، باذن الله ربنا يكرم ونكمل ان شاء الله، والبطوله بتاعتنا بعون الله. كل اللعيبه اللي جات لك وكل الناس اللي حاضره معاك وجمهور النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ اشكرهم جدا طبعا، بشكرهم جدا، مش عارف بصراحه اقول لهم ايه، الحمد لله ربنا يخليك. تسلم. ألف سلامة على كابتن عمر طبعا، كابتن عمر حجاج واحد من اللاعبين المميزين لفريقنا فريق النادي الأهلي لكرة اليد، رجال كل التوفيق ليهم في هذه البطولة والحصول أيضا عليها. يعني وإحنا بنتكلم على كرة اليد وما زلنا طبعا في مباراة الأهلي وادي دجلة، عايز أقول لكم إن يعني هدف النهاردة لوليد أزارو بيخلي النادي الأهلي يصل للهدف رقم 70 في بطولة الدوري، فاضل له هدفين بس يعني عشان يبقى أكثر الأندية تسجيلا في الدوري الممتاز على مدار تاريخ الدوري الممتاز. كان اللقب ده موجود لنادي الترسانة ب71 هدف، ان شاء الله النادي الاهلي فقط يعني عنده هدفين في ثلاث مباريات، لو احرز الهدفين دول بيعدي رقم نادي الترسانة في بطولة الدوري الممتاز كأكثر الأندية إحرازا للأهداف في موسم واحد على مدار تاريخ البطولة. أيضا وليد أزارو بيحرز الهدف رقم 18 ليه، وبيصبح أكثر اللاعبين المحترفين في تاريخ الدوري المصري إحرازا للأهداف، وبيتفوق على أمادو فلافيو لاعب النادي الأهلي وأوتاكا اللي أحرزوا في كل منهم في كل موسم أحرزوا فيه كلقب الهداف 17 هدف لكل من فلافيو وأوتاكا لاعب النادي الإسماعيلي طبعا المعروف، ولاعب النادي الأهلي طبعا أمادو فلافيو لاعب النادي الأهلي المميز وهدافه كان في وقت من الأوقات. فبالتالي أزارو بيتفوق على الاثنين لعيبة دول في جزئية الأهداف، وما زال طبعا عنده الفرصة أنه يزود عدد أهدافه في المباريات القادمة. كل التوفيق طبعا لوليد أزارو اللي خلاص بين قوسين أو أدنى الحصول على لقب هداف الدوري يعني تقريبا رسميا يعني بالنسبة لفريق النادي الأهلي وبالنسبة له هو شخصيا. يعني ده بالنسبة للأرقام اللي اتحققت من خلال هذا اليوم أو هذا اللقاء. فريق النادي الاهلي دائما زي ما بقول لكم بيكسر ارقام قياسيه متنوعه ومختلفه مع كل جيل بيجي فيه، يعني اعتقد ان احنا بنستمتع جدا. كابتن شريف خليني اقول لك النهارده اميز ما يعني شفته في لقاء اليوم بالنسبه للنادي الاهلي تكتيكيا ويمكن كمان فنيا ونفسيا، خصوصا ان انت زي ما بقول احنا بنجهز لمباراه مهمه هي مباراه الترجي. يا كابتن أميز ما تميز به اللعيبة النهاردة كلهم عايزين يكون لهم سبق في إحراز أهداف، سبق في الدخول جوه منطقة الجزاء، تدعيم شامل للحالة الهجومية، ما بقتش شايف إن الحالة اللي كنت بشوفها الماتشات بتاعت سموحة واللي قبلها رمضان محسن كان دايما لوحده، دايما بيبقى فيه تدعيم بطيء جدا، دايما الشغل بيبقى تاني تايم بس، إنما من أول الشوط النهاردة وحالة السرعات اللي موجودة جوه المباراة اللعيبة كلها عندها سرعات، اللعيبة كلها عايز تثبت للجهاز الفني انها على قد المستوى وقدر المسؤولية، فده من الحاجات المتميزة اللي انا شفتها عن جميع اللاعبين اللي لعبوا، حتى محمد شريف لما نزل وحاول ينشط الجبهة
الشمال ناحية تانية بشوية انطلاقات، انما في وقت بيبقى لعيب فيه عايز يثبت ان هو لعيب على قدر مستوى تيشيرت الاحمر، انها برضو زي ما انت بتقوله لعيبة كباتن بيقوله في لعبة عندها رتم، عندها استغلال للفرص اللي هي موجودة فيه في الملعب، زي حسام غالي كده لما نزل حسينا بيه عنده خبرات كبيرة قوي في وسط الملعب، وبيباص ازاي وبينقل الكرة ازاي، بيلعب اللمسة واحدة ازاي، وازاي بيصطاد الكرة اللي هو يقدر يخش ويعمل زيادة عددية من اللي هو المركز بيلعب هافباك متأخر، يبقى النهاردة منه للجون في خط الستة بياخد كرة على صدره وبيحاول يحطها جول. فدي النزعة اللي انا قلت لك عليها النهاردة، نزعة ان انا عايز يبقى لي الأفضلية والأحقية ان انا اكون بحرز هدف النهاردة واعمل الزيادة العددية اللي بتخلي الخطوط الخصم اللي انا بلعبها انها توقفهم. يعني حتى وادي دجلة لما عمل تغييرات احمد عيد عبد الملك واحمد سالم وريتشارد بورو في فرق، الحقيقة حصل فرق وشفت احمد عيد بيحاول وشفت، انما كل خطوط النادي الاهلي النهارده كانت بتدعم بعضها من الديفنس لنص الملعب مع التطبيق والتدعيم لمستوى الفراوده. فالحاله اللي احنا شفناها لعيبه النادي الاهلي كلها حركه، بيتحركوا البعض عشان كلهم بتتحرك وكلهم بتخش جوه منطقه الجزاء بتقدر تعمل فرص كبيره او تحافظ بيها على المكسب او تزود عدد الاهداف. طيب هرجع لنقطه برضو تحقيق الارقام القياسيه بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن في رقم جديد بالنسبه لمباراه اليوم بعد الفوز على وادي دجله. النادي الاهلي في هذا الانتصار اليوم بيحقق 26 انتصار في الدوري الممتاز هذا الموسم، وكده يمكن بيكون اكثر الانديه تحقيقا للانتصارات في موسم واحد، وهو 26 انتصار. ولسه طبعا مازال امام النادي الاهلي مباراه الزمالك وبتروجيت والمصري، ومباراه المصري على فكره هي مباراه مؤجله، فبالتالي لسه الموضوع ممكن يبقى ازيد من كده. فطبعا زي ما بقول لكم في كل ماتش النادي الاهلي بيكسب فيه في تحقيق ارقام قياسيه بالنسبه للنادي الاهلي. خليني اروح سريعا للمؤتمر الصحفي الخاص لكابتن حسام البدري بعد هذا اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البدايه بقول الحمد لله على الفوز النهارده، ويمكن باكد ان المرحله الحاليه طبعا عندنا زي ما قلت قبل كده في ثوابت بالنسبه لاهداف الفريق، اللي هي طبعا الفوز في نفس الوقت طريقه الاداء بتغيير حتى الافراد، يمكن في متغيرات طبعا من غير بعض الافراد لإعطاء الفرصة لبعض الناس اللي ما كانتش بتشارك، وفي نفس الوقت مريح بعض اللعيبة اللي يمكن اللي لعبت على مدار موسمين بشكل متلاحم، لأن لسه طبعا الموسم فيه أهداف مهمة جدا إن شاء الله نكون موفقين فيها. كأس مصر لسه، وبعدين إن شاء الله وعندنا مباراتين في دوري المجموعات، أكيد الأهداف دي كلها فيه أهداف بتبقى ثابتة وأهداف متغيرة بنشتغل عليها، لكن اللي بيساعدني طبعا التزام اللعيبه ورغبه اللعيبه، لان يمكن الحمد لله كنا موفقين السنه دي ان احنا نحسم الدوري بشكل مبكر، لكن اما بيكون في برضو ثبات في اصرار اللعيبه على الفوز وعلى الاداء والتنفيذ مع تغيير بعض الافراد طبعا دي بتبقى مهمه جدا بالنسبه لي، ان هي بتتحقق كمان في خلال ادائنا في المباريات. فالحمد لله، ومباراه النهارده طبعا واضح فيها الكلام دوت، يمكن المباراه طلعت 1-0 في فرص كثيره جدا طبعا ضايعه، في اهداف كثيره ضايعه مننا النهارده، لكن اتحقق الهدف وبشكر اللعيبه برضو. بنبتدي نبص للمرحله اللي جايه، لسه طبعا عندنا مباراه دوري وعندنا مباراتين في الدوري، عندنا بتروجيت والزمالك، وبعدين نخش على كاس مصر، فبنبتدي نحضر نفسنا ان شاء الله المرحله الجايه ان شاء الله. اتفضلوا. ربنا يسهل طبعا، هو في اهداف ان شاء الله برضو بجانب، يمكن انا نسيت ان انا اتطرق ليها، في اهداف طبعا برضو بنحاول نحققها زي ما انت بتقول، عدد النقاط بنحاول ان شاء الله برضو بنحاول نحققه، وعدد الاهداف بنحاول نحققه، فان شاء الله زي ما انا قلت يعني اكيد بيبقى حاجه بتنصب يعني لينا في الفتره الحاليه للجهاز اللي موجود، للجهاز الفني الاداري واللعيبه اللي موجوده. الكلام ده يمكن انا تطرقت فيه مع اللعيبه قبل كده، واللعيبه برضه عندها رغبه في تحقيق هذه الاهداف، يا رب ان شاء الله نكون موفقين باذن الله ان شاء الله. سؤال ثاني يا جماعه. اتفضل.
لو سمحت من خلال المقارنة فيها ما حدش يسأل مكان المباراة. تفضل. كويس أوي، أول مرة ألاقي حد يقف يدافع عليا كده ومعايا. كويس تمام كده. تمام. بشكرك ولازم اقول طبعا يمكن اللي انت بتقوله ده كلام يعني فعلا فني ودقيق ومهم جدا، وانا بستمتع اسمع كلام انت بتقوله، لان انا طبعا انا بقول ان فعلا احنا بننفذ الكلام ده ونحسين ان احنا ننفذ الكلام ده، لكن لازم اشكر اللعيبه فعلا. لو قارنت لعيبه النادي الاهلي الموسم اللي فات الموسم ده، في تطور كبير جدا في اشياء كتيرة جدا حصلت، نواحي الهجومية ونواحي الدفاعية واللعب الجماعي والمجموعات اللي موجودة في الملعب، يعني احنا بنصر على الشغل ده، المجموعات على الأطراف ومن قلب والتحضير من تحت، التحضير من تحت كمان مهم جدا ان احنا نتطرق ليه. فأنا إذا كنت بقول ان الكلام ده حصل فيه تطور، بقول طبعا الفضل برضو بيرجع للعيبة، لان اللعيبة الحمد لله هي اللي بتستوعب وهي اللي بتنفذ، لكن بقول ان رغم كل ده برضو ان شاء الله لسه في حاجات باذن الله ان شاء الله نتطور فيها اكثر. لكن بشكرك على النقط المهمه اللي انت اتطرقت ليها. يعني طيب، ده كان المؤتمر الصحفي الكابتن حسام البدري بعد اللقاء والفوز على دجلة 1-0. يمكن دجلة بيتوقف رصيده عند النقطة 30 وبيتسابق طبعا مع كل من طنطا والرجاء على البقاء في الدوري. في طبعا فريق واحد هو اللي يعني هيبقى متواجد خلاص، يعني واحد من الفرقتين سواء بقى الرجاء او طنطا ممكن هو بينافس دجلة. يعني عندنا النصر خلاص تأكد بشكل رسمي، الرجاء عنده 25 نقطة، طنطا عنده 26 نقطة، دجلة عنده 30 نقطة. فبالتالي يعني بالنسبة لمباراة اليوم فهو بيتصعب على وادي دجلة بعد الهزيمة دي، وأيضا طنطا يمكن لحد ما تساعد بشكل كبير فريق الداخلية بيكسب طنطا 2-0، فبالتالي أيضا الأمور كانت هتختلف لو كان طنطا حقق نتيجة إيجابية بالنسبة لمباراة اليوم أمام الداخلية. ده بالنسبة لمباراة النهاردة. خليني أقول لكم إن فريق المصري البورسعيدي بيتأهل لدوري المجموعات بعد الفوز على منانا الجابوني بهدفين مقابل هدف، وبيستكمل طبعا يعني النهارده مصري موجود في بطولة افريقيا، ايضا النادي الاهلي هم المتواجدين في بطولة افريقيا. ان شاء الله كل التوفيق لكل الفرق المصريه اللي بتشترك في البطولات الافريقيه، لكن ما زال الاهلي المصري والمصري البورسعيدي المتواجدون حاليا في البطولات الافريقيه. هي كابتن ربيع، وانا بتكلم على كنا يعني قبل ما نروح للقاء كان كابتن عادل ولا كان حضرتك، انا بس الدنيا ايه راحت مني، كان الدور على حضرتك تقريبا. الكلام كان معايا انا وكان مع كابتن عشان جزئيه كابتن حسام بدري النهارده وتجهيزه بقى للاعبين. جزء النهارده بنشوف نجاح اللاعبين اللي ممكن يكون اشتركوا من منذ البدايه، بتشوفها بنسبه كام يا كابتن؟ يعني هل اللعيبه اللي ابتدوا بدايه اللقاء
بيبقى اكيد كابتن حسام بدري بيقيمهم من خلال اللقاء وتجهيزهم ايضا في نفس الوقت. بنشوف استكمالا بقى في الفترات القادمه والمباراه القادمه مين اللي ممكن يكون تحقق الهدف بتاعه في حته المستوى الجاي ده كابتن. بص يا محمد خلينا النهارده نقول ان النادي الاهلي ليه مجموعه عناوين مهمه جدا فنيه في اسلوبه طبعا بلد ده مهم جدا في تنظيم لعبه. وانت لازم برضو تدي عناوين لتسعين دقيقة وبعدين تخش في وسط 90 دقيقة طول بقى خد بالك على المستوى سير المباراة. جمعية لاعبي النادي الأهلي النهاردة دي كلها حاجات الحمد لله بتدي قوة للتيم، قوة فنية اللي يحافظ على مكسبه ويحقق الثلاث نقاط. الحالة البدنية زي ما قلت الفنية الرائعة للاعبي النادي الأهلي من أول دقيقة لآخر دقيقة. أعذاره كان بعيد جدا، دخل كان تقريبا ثلاث مباريات او اكتر من كده. بص النهارده اللي بيسجل والنهارده اللي بيجري واللي بيساعد واللي بيصنع النهارده اظهر عنده اضافه جديده بانه بيتعاون مع زمايله بشكل النهارده ايجابي كبير جدا وعلى فترات كبيره جدا. السرعه برده بتاع ايقاع ده نفسه هو دخل ست لعيبه النهارده جداد، انما بتلاقي سرعات من تلتين الملعب عشان قال الهجمه النهارده كتير جدا. بتلاقي الكثافه العدديه برده ما اتغيرتش، ما حدش ما تاثرش بيها على الرغم من لا يوجد وليد لا يوجد السعيد لا يوجد لكن نفس بفضل الله تعالى الشكل اللي بيلعب بيه كابتن حسام في النهارده جوانب خططيه كتيره جدا جدا من اليمين من الشمال من العمق، كل واحد عارف في البوزيشن بتاعه اللي بيعمله دفاعيا. يعني مثلا احمد حمدي كابتن في مكانه بتقييمك النهارده مثلا؟ لا هو احمد يبص يا كابتن عشان نبقى عادلين ومنصفين محتاجين وقت عشان نحكم عليه. ماتش 2-3 لكن هو ماشي كويس ومشروع لعيب كويس. امتى نقول بقى احمد لما بقى ان شاء الله يوصل للي احنا عاوزينه؟ يعني لعيب النادي الاهلي مش بسهوله نقول عليه محمد في ماتش او اثنين او ثلاثه ان احمد حمدي سد مكان وليد عبد الله السعيد مثلا. لا عشان نقول كده لسه عبد الله السعيد مش في يوم وليله بقى عبد الله السعيد بقى فتره طويله جدا مع المباريات ومع الاحتكاك ومع الالتحام ومع الفنيات ومع الخبرات بقى عبد الله السعيد ده مهم جدا. لعب كتير يا محمد بيفرق. النهارده عوده علي لطفي النهارده حد كويس. لو اتكلمنا على كل لعيب بتكلم علي لطفي سعد سمير كويس جدا، هشام محمد كويس جدا، احمد حمدي كويس جدا، كل الناس اللي قلنا الجديده محمد هاني كلهم نجحوا بامتياز. ميدو جابر حاول وكان ممكن يسجل. انا اعتقد ان مكسب انك تلعب وتريح وتبعد، فكل حاجه النهارده بفضل الله تعالى مكسب النادي الاهلي. حقيقي خلينا نروح طب سريعا للمؤتمر الصحفي الخاص لكابتن طارق العشري بعد اللقاء. اكيد طبعا النتيجه بالنسبه له غير مطمئنه، يعني طبعا بيلعب النادي الاهلي ولكن الامور بالنسبه له ما زالت صعبه في بقائه في الدوري الممتاز. هو الوحيد اللعيب الخبره اللي يستطيع ان هو يصنع الفرق. بقيه اللاعبين عندنا لعيبه صغيره يعني الاستعانه بيهم في التوقيت ده بالذات يمكن مش مناسب. فكان الدفع باحمد عيد اول ورقه في تنشيط العامل الهجومي، وبعد كده احنا كنا بنلعب بثلاثه في نص الملعب جنب هلال واحمد سعيد ومحمد، ابتدينا نلعب باثنين ودفعنا هلال مع عيد مع نضال، وكمان زودنا بالصافي من طرف اليمين على اساس ان احنا نوصل. لكن مفيش شك طبعا يعني الكثافه العدديه عشان تهدد مرمى نادي الاهلي ما كانتش بالقدر الكافي عشان على الاقل تصل لنقطه التعادل. برضه برجع ان اللعيبه خايفه ان هي تتلقى هدف ثاني. احنا في التوقيت الحالي بنلعب على العامل المعنوي بتاع اللاعبين، مش عاوزين اي اسقاطات للعيبه. وارد جدا جدا تغلب النادي الاهلي بس النتيجه تفرق، في فرق كبير جدا جدا انك تحافظ على الهدف ان انت مني بيها مرماك او تصل لنقطه التعادل وما توسعش النتيجه. كل ما توسع النتيجه في الشكل هتاثر بالسلب، وانا عندي مباراه مهمه جدا بعد ثلاث ايام مع الانتاج، محتاج احافظ على الحاله المعنويه بتاعت اللاعبين اللي قدوا بيها. انا مبسوط جدا جدا من ادائهم النهارده، خاصه كمان في الثلث الساعه الاولى او ال 25 دقيقه الاولى كان عندنا جراءه كبيره جدا، قفلنا على الخطوط ومنها وصلنا للمرمى النادي الاهلي في مرتين كنا ممكن نبقى ليدنج بيهم. لكن انا بحييهم وان شاء الله باذن الله تعالى القادم او ان شاء الله. طيب ده المؤتمر الصحفي الكابتن طارق العشري. كابتن خليني اقول لك ان دجله، يعني هروح لحته دجله شويه مع حضرتك، غير لحد الان هو مديرين اثنين مديرين فنيين سواء ميدو كابتن طارق العشري، وبرغم من ذلك ان الامور يعني بتتهاوى بالنسبه لهم ويعني الامور صعبه بالنسبه لهم، لكن ما خدوش قرارات بمثلا ان كابتن طارق العشري ما يكملش معاهم لان صعوبه التوقيت نفسه اعتقد كان صعب. يمكن اداره الى حد ما متمسكه او خايفه ممكن يحصل انهيار اكتر. شوف وادي دجله في البدايه كانت مشكلتهم في بدايه الموسم، لازم نعترف بكده، واخر الموسم اللي فات يمكن كان ميدو صرح تصريح انه بيعمل جيل جديد
لوادي دجلة. فوجئنا لما نزلوا أول الموسم شفت الأعمار السنية كانت عالية في البداية، وبعدين شارك الأعمار السنية شوية في البداية، وبعد كده قعدهم ومشي ميدو. جي طارق العشري، لما طارق العشري جي يمكن عنده الحتة ما بين الاتنين، انه الاستراتيجية اللي كانوا ماشيين بيها اللي ما نجحتش ان هم يلعبوا ولاد صغيرين ولا يلعبوا ناس كبار اللي هم متواجدين، ما تعملش الميكس الكويس اللي كان ممكن حتى في مجايبهم للعيبة. انا شايف انه في لعيبة قليلة على وادي دجلة ان هي تتواجد في وادي دجلة. يعني عمر سعيد مثلا كابتن، لا كان انا مش بتكلم على فرد، انا بكلمك على مجموعة لاعبين. مش ده حتى النادي الاهلي اللي هو اكبر نادي في مصر، اللي هو اقوى فرقة في مصر، لما تيجي تتكلم على المجموعة تلاقي مجموعة كبيرة قوي من اللعيبة، وفي ممكن اتنين ولا تلاتة في اي وقت انت تحس ان هم برضو لا يعني فلنة النادي الاهلي اتقل. دي سمة العصر والكرة في اي وقت. اما وادي دجلة فانا مش ده وادي دجلة اللي انا شفته استراتيجيته كانت دائما فيها المزج ما بين الشباب والخبرات، حتى كانوا بيجيبوا لعيبة من الأندية لعيبة كويسة قوي على يعني يمكن طلعوا عدد كبير قوي من اللعيبة. الحاجة التانية النهاردة أنا شايف أن طارق العشري بيلعب بطريقة مع النادي الأهلي لا تناسب إمكانيات وادي دجلة في الوقت الحالي. يمكن هو اتكلم على أنه لعب 4-3-3 والنادي الأهلي ما ينفعش تلعب مع 4-3-3، حتى قالك لما أحرزوا في الهدف أنا بدأت ألعب باثنين مش بلعب بالثلاثة، بلعب باثنين يعني لعب 4-2-3-1. انا هقول لك يمكن بدايته اللي هي كانت طارق العشري في بدايه المباراه النهارده اللي هو السيد سالم وباتريك ومحمد انور ومحمد عادل جمعه في الحته الدفاعيه، الاربعه اللي في الحته الدفاعيه دول الاثنين اللي في الوسط باتريك ومحمد انور عندهم بطء شويه. حتى الجون اللي جه في وادي دجله جه من غلطه من واحد، الكرة اتعملت طويلة فوقع اهي. بس انا عايز اجيب الجول لكابتن، بص يعني وليد ازارو واحد مع واحد يعني برضو ده في حد ذاته في ما هي المشكلة في ايه يعني. المشكلة انه في الحتة الدفاعية بتاع طارق العشري لما بيلعب بالاربعة بيقلبها ثلاثة فلات احيانا، بس ده مش ثلاثة فلات. بص يا كابتن الكرة تيجي تاني هقول لك هو واقف وسط ثلاثة في الاول. بص هو ليه عملها في ليبرو واخد يعني في واضح ان في ليبرو كابتن يعني. بص الصعود بتاع اللاعب ده يعني لا شوف الجزء الفني بقى لا شوف هي انا بكلمك غلط ولا تعليمات يا كابتن؟ لا بص انا اكلمك في النقطه يعني لا هو شوف هو تاخير في الحته الطلوع. هو لما كان بيطلع طارق العشري المفترض اللي انا بقول لك عليه كان بيلعب 4-3-3 في بدايه المباراه قبل ما يدخل في الهدف. هو كان طمعان في ان النادي الاهلي النهارده خلاص حسم البطوله، مريح لعيبه كتير قوي، فاللعيبه مش هتنزل مشدوده، مش هتنزل عايزه، فيهاجم النادي الاهلي. ما عملش حسابه ان النادي الاهلي امكانياته في الوقت الحالي في السرعات الاماميه اللعب المباشر، فالعمق الدفاع اللي عمله ده مش هو اللي قايل فيه. هو المفترض ان هو لما الكره بتبقى بعيد او بيبقى في الهجمه، لانه كانت الهجمه معاه، مفترض ان الثلاثه بيبقوا سرد باكات وبيدخل الباك الطرف الثاني بيبقى الرابع في وسط الملعب. تمام، هو اللي عمل ايه؟ اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان هم هاجموا وبعدين ضغطوا وفي واحد كان واقف ورا في الحته دي اهي، هتشوفها تاني هتلاقيه المفترض انه طالع معاهم. يعني ده المفترض اللي يبقى وليد ازارو كده اوف سايد المفروض، لكن فوجئنا ان لقينا واحد لانه غلطه في الوقفه نفسها. هي دي المشكله. حتى لما جه طور طارق العشري انه يلعب 4-2-3-1 كان عنده مشكله كبيره. هو كان في البدايه دي كان ممتلك نص الملعب، ولكن النادي الاهلي كان اضطر انه يلعب طويل، جاي اللي هو اضطر انه يلعب طويل، لكن لما فض نص الملعب بدري قوي النادي الاهلي مسك الكوره وجات له هجمات اكتر من هجمه كان ممكن النادي الاهلي يطلع بنتيجه كبيره. علشان كده بقول لك وادي دجله النهارده ما اداش اداء خالص، ووادي دجله ده الاداء الباهت بتاعه مش من المباراه دي بس، من اكتر من مباراه. علشان كده وادي دجله الماتش اللي فات مغلوب. بس على فكره في حاجه انت قلتها كابتن محمد، الرجاء وطنطا بيصارعوا، لكن الرجاء لعب 32 مباراة اما طنطا لعب 31، فهي انا شايف ان الصراع ما بين طنطا هيبقى وادي دجلة وطنطا اكتر. بس الهزيمة النهارده كابتن لحد ما ده كان هيبقى 29 بونت، خلي بالك 29 لحالة لو بقى 29 بونت كان هيبقى الفرق بونت واحد هيبقى مباراة، لكن في الوقت الحالي الفرق هيبقى ايه؟ مباراة وتعادل، وهي عندهم
ثلاث مباريات. ثلاث مباريات. كابتن شريف خلينا نكلمك على التغييرات النهارده. وجود اسلام محارب دائما في تغييرات وفكر كابتن حسام البدري في جزء وجوده في الملعب في الشوط الثاني، ايضا حسام غالي بيتواجد مكان احمد حمدي والقيام بجزئيه البلاي ميكر في الشوط الثاني من الدقيقه 67، وايضا وجود محمد شريف لاعب يعني يمكن بقاله فتره موجود في النادي الاهلي ما بيشاركش بشكل مستمر، النهارده ايضا بنراه مع كابتن حسام البدري من خلال تبديله الاخير مكان جونيور اجاي. احنا الكلام ده اتكلمنا عليه قبل المباراه ان احنا هيبقى في تغيير النهارده كتير في شكل الفريق، تدعيم في شكل الفريق، مش اختبارات، رؤيه للاجهزه الفنيه مع على جميع السيناريوهات اللي ممكن تحصل في اي وقت في اي مباراه، خاصه اللي احنا بنتكلم عليها اذا كانت مباراه الزمالك اللي جايه او كاس مصر او كاس افريقيا. فمن الطبيعي ان في شكل طبيعي بيحصل، هو بس اللي مش طبيعي ان بيخرج اجايه وينزل محمد شريف، ان هو عنده عايز يطعم بالشباب برضه يحتاجهم في اي وقت، يمكن يحصل اصابات يحصل ايقافات يحصل اي حاجه في الحاجات دي، يبقى بيتفرج بيتفرج على اللعيبه اللي عنده. هو التفكير القادم يا كابتن في بطوله افريقيا صح؟ اه طبعا. تغييرات محمد شريف بتشوفها بالنسبه لكابتن حسام؟ لا انا عندي إيه؟ انا عندي برضه ليه، انا ذكرت مباراه الزمالك دي بطوله لوحدها. الجماهير بتاعه الاهلي مباراه الزمالك، لا الجماهير بتاعه الاهلي، الاهلي خد الدوري، الاهلي في كاس مصر، الاهلي هيلعب كاس افريقيا، دي مالهاش دعوه خالص بمباراه الزمالك. مباراه الزمالك دي احنا بنطالب بيها، ادي الكوره بتاعه حسام غالي. شوف الشكل في التغييرات اللي انت كويس ان بيبو جاب لك المشهد ده، ابلغ رد علينا في التغييرات وازاي كان شكلها عامل ازاي، والتدعيم اللي انا كنت بقول لك جوه ال 18. ارجع لنقطه نادي الزمالك ومباراه نادي الزمالك، اكبر مباراة هتكون تلعب قبل الترجي فيها انك انت تشوف فرقتك. صحيح. ان هيبقى عندك ضغط زي فريق نادي الزمالك العصبي والنفسي، دي بطولة لوحدها. نادي الزمالك لما بيلعب مع نادي الاهلي دي احنا بننسى اي حاجة بقى خلاص. بنروح لفرقتين كبار كوتباية الكرة المصرية على حسب حالها، ممكن نادي الزمالك هما في اليوم ده عنده حمية، عنده رغبة، عنده اثبات للروح داخل الملعب للفانيلا لحاجات كتيرة، يبقى اختبار جيد قوي لعيبة نادي الاهلي. ازاي بيمتصوا غضب اداء كامل لنادي الزمالك هذا الموسم في مباراه الاهلي، عايزين يرجعوا للصوره، عايزين يرجعوا للجماهير بتاعتهم على حساب لاعبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. لا، كل خطوه بيلعبها النادي الاهلي حتى اخر مباراه في الدوري دي محسوبه له في الاعداد لكاس افريقيا اللي انت اتفضلت قلت عليها. فالتغييرات اللي حصلت النهارده كلها يعني شريف كابتن ممكن يكون بيجهزوا المباراه زي الزمالك؟ ما فيش، هو ده من الحاجات ولا اعطاء فرصه، لان ممكن يكون هو جه ما لعبش بشكل كافي بالنسبه لمجموعه اللاعبين اللي جم. ما هو عنده حاجات بيثبتها كابتن فاروق، يعني بيشوف اسلام محارب بالاداء الجيد اللي هو عمله الماتش اللي فات، بيشوف النهارده برضه لما هينزل هل هيبقى فيه نفس الاداء ونفس الروح ونفس احراز الاهداف ونفس الفكر. كل لاعب فينا بيتحط في مواقف في كل مباراه بتتجدد عليه المواقف، بتجدد عليه الموقف اللي هو يقدر يثبت فيه انه داخل الفورمه، يقدر عشان كده لما بتيجي تقعد تحط فرقه انت، يجي حسام بدري او اي مدرب في مصر يحط فرقه، ما بيشوف الايجابيات والسلبيات اللي كانت موجوده، وبيشوف الفريق المنافس اللي هيلعبه، بيشوف العناصر المواكبه للتيم دلوقتي اللي هي تنفع فرقه نادي الزمالك ازاي بتلعب، ازاي عندي العناصر اللي انا جربتها دي كلها، ميدو جابر اللي هيبقى احسن ولا اسلام محارب اللي يبقى احسن، جايه هنلعب فيه بالقرب من ازارو قوي ولا هيفضل برضو في لعيب بيعوض نزول اجايه وباستلام بيعوض لحكايه عبد الله السعيد. احمد حمدي انتوا بتقارنوا بينه وبين عبد الله السعيد، وده بعيد خالص الحكايه دي، ده اداء وده اداء تاني خالص، ده في سيمتريه كبيره قوي في الاداء. يمكن كابتن ربيع قال ان كان مع صالح جمعه، يعني هو ده اقرب من الناس او اللي موجوده على المستوى اللي احنا نقدر نقارن بيه. فحرام جدا ان احنا نقعد لعيب يبقى عنده حميه وعايز يخش من ناحيه اليمين ويلعب عرضيات زي ما شفناه في اول شوط بعد الجون على طول ما جابوا ازارو، كان هيقدر يعمل واحده لازارو، بس هو لعبها ان بتوين في الجول وبالعرض دي، لو كان لعبها في الجون ودخل الجون وكان يقصدها كان احمد حمدي بقى بقرة الضوء دلوقتي وبقينا بنتكلم عنه انه بروميسنج وجاي. انما في ناس وخاصه في النادي الاهلي عشان تثبت نفسك موجود لازم يكون ليك حق في الاسيست كويس قوي، حق في انك تحرز اهداف. يعني في ناس انا مش شايفها، مش شايفة بيقولوا عليها مصابين، صلاح محسن، باكا، مش في ناس انا اسماء كبيره وموجوده عندك في الحسبان وجاي عندك، لما هتغوص في سكور شيت هتلاقي باكا، مروان محسن،
صلاح محسن، في اسماء انت هتسال عليها صحيح. فين اللعيبه دي النهارده؟ مفيش احمد فتحي مش موجود، عندك حسام عاشور مش موجود، يعني في ناس اسماء كبيره قوي انت بتعتمد عليها في المباريات المهمه جدا والرسميه، خاصه بتاعت افريقيا. فكل التغييرات اللي هو عملها اعتقد انها طبيعيه جدا، باستثناء الفاكهه اللي عملها بتاعت حسام غالي، انه عمل ايقاع شويه بمثل الكلام اللي انتوا اتكلمتوا عليه عبد الله السعيد، فكانت روح عبد الله السعيد متمثله النهارده في حسام غالي، وكان يا ريت جاب الهدف اللي جاله، كان بقت حاله حلوه وقفله جميله للمباراه. طيب اذكر حضراتكم بس بالمباراتين او ثلاث مباريات القادمتين للنادي الاهلي، بتروجيت ان شاء الله هتكون يوم 22 ابريل، اما الزمالك يوم 26 ابريل في استاد القاهره، اما مباراه المصري بورسعيدي المؤجله حتى الان يعني ما فيش ميعاد ليها، ان شاء الله هيتم الميعاد، ما اعرفش بقى هل هيكون قبل، طبعا هتبقى صعب جدا قبل مباراه الزمالك، لان الفرق ما بين مباراه الزمالك ووادي وبتروجيت تقريبا اربع ايام، لكن دائما الختام دائما بيبقى بلقاءات القمه بتبقى اجمل، لكن اكيد هيتم طبعا استقرار على ميعاد معين بالنسبه لمباراه المصري البورسعيدي. خلينا نروح للقاء مع كابتن سارة حفيظ وكابتن طارق سليمان ونرجع نكمل كلامنا عن المباراه. هذه اللحظات كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. كابتن طارق برحب بك في البدايه وببارك لك على الفوز النهارده، رغم حسم النادي الاهلي بطوله الدوري، لكن واضح الاصرار والجديه على لعيبه النادي الاهلي، ودي سمه من سمات الفريق يا كابتن طارق. والله الحمد لله رب العالمين امير على المكسب، مكسب الحمد لله يعني برضو بيخلي المكسب يعني 26 مباراه مكسب دلوقتي، كان نفسنا احنا نجيب اكتر من كده، كان في اهداف كتير ضاعت، كنا عايزين نعدي الرقم بتاع الترسانه، كنا ممكن نعديه النهارده يعني 71 هدف، احنا دلوقتي 70 ان شاء الله نعديه باذن الله يعني. فببارك طبعا لعلي وشريف، النهارده الشناوي مش موجود في المباراه، فالحمد لله يعني على المكسب، ولسنه ثلاث ماتشات ان شاء الله نلعب برضه ان هكسبه ان شاء الله. تقييمك لاداء علي لطفي النهارده؟ والله ما شاء الله يعني الولد بيأدي بشكل كويس، خد كرات عرضيه كتير ما شاء الله، يعني كل الحاجات اللي جاته تعامل معاها كويس، بس كان في واحده كده عدته في الشوط الثاني، انها موجه المباراه ما شاء الله هايل يعني، هادي قراراته كلها كويسة، حتى الحاجات الإرسالات بتاعته كلها كويسة الحمد لله. ممكن المباراة في واحدة كمان في الشوط الأول اللي عامل بندو قدامه دي تتعامل معها بشكل كويس قوي، فممكن المباراة ما شاء الله يعني أداء تاني مباراة بيلعبها مع النادي الأهلي بعد مباراة طنطا، فأداء برضو في ثقة وفي هدوء، أداء متميز الحمد لله يعني. فأتمنى إن شاء الله برضو الفترة اللي جاية يكمل مع الشناوي ومع شريف إن شاء الله. عقب عودة شريف من الإصابة كتير توقع ان الشريف هيشارك في المباريات، خصوصا بعد اصابه حارس مرمى الزمالك احمد الشناوي، فبالتالي هيكون في فرص للشريف اكرام ان يكون متواجد في كاس العالم، ودي بتبقى اكيد حاجه مهمه لكل لعيب. هل الجهاز الفني بقياده كابتن حسام وطبعا حضرتك فكرتوا في الجزئيه دي باشراك شريف اكرامي في المباريات ولا؟ والله ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هتلاقي ان شاء الله هتشهد ان شاء الله يعني. شريف بقى له فتره بيتمرن بشكل كويس، بقى له يعني دخل في اكتر من 10 ايام او اسبوعين، جاهزيته الى لحد كبير يعني الحمد لله كويسه، فان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله هتلاقي شريف ان شاء الله باذن الله يعني. طبعا اكيد طبعا مع اتفاق مع كابتن حسام ان شاء الله يبقى شريف موجود الفتره اللي جايه، مع طبعا زي ما بقول لك يعني بنحاول ان احنا برضو الشناوي النهارده مريح الفتره اللي فاتت راحه، بس مفيش اصابه لا الحمد لله مفيش اصابه، اتمرن النهارده الصبح، انا رحت له النهارده الصبح النادي اتمرن بشكل كويس مع طبعا اللجان اللي موجوده، وزي ما بقول لك يعني في النهايه منافسه بينهم الثلاثه، ودايما يعني المنافسه دي اكيد بتطلع اداء كويس الحمد لله يعني. الشناوي بيأدي بشكل كويس، علي بيأدي بشكل، شرف شريف لما يلعب ان شاء الله يأدي بشكل كويس باذن الله ان شاء الله. نتوقع من مباريات في بطوله الدوري وايضا كمان في بطوله كاس مصر، التفكير بالنسبه لكم كجهاز فني في المباريات دي ايه؟ بطوله الدوري خلاص حسمت، بطوله كاس مصر اكيد في تركيز فيها، والاكثر اهميه هي بطوله افريقيا. ما فيش شك طبعا ان احنا يعني كل مباراه بناخدها يعني مباراه كده يعني، احنا ان شاء الله عندنا برضو المباراه اللي جايه دوري، المباراه اللي بعدها دوري برضو يعني، عندنا بتروجيت وبعدين زمالك وبعدين الكاس يوم 30، فاحنا بنفكر ان شاء الله في المباراه اللي جايه بتاع بتروجيت، مهم جدا بالنسبه لنا، زي ما بقول لك احنا عندنا اهداف كتير بنحاول ان احنا ان شاء الله نحققها، واللعيبه عارفه الكلام ده كويس، وكابتن حسام طبعا بيقول الكلام ده للعيبه، اهداف كتير بنحاول ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا نكسب المباراه اللي جايه، نبقى احنا كده كسرنا الرقم اللي هو متسجل 26 مكسب في 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 موسم واحد، احنا دلوقتي 26، فان شاء الله عايزين نعدي بقى كمان ان شاء الله نكمل الـ يبقى 27 ان شاء الله، فمركزين في اللي جاي ان شاء الله يعني، زي ما بقول لك يعني عندنا بطولتين غير بطوله الدوري، بطوله الكاس وبطوله افريقيا، فمركزين فيهم ان شاء الله. شكرا كابتن طارق، بالتوفيق ان شاء الله. ده كان لقاءنا مع كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، كان ايضا معايا في هذه اللحظات كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره. كابتن سيد ده ببريك لك على الفوز النهارده، مباراه جيده من النادي الاهلي رغم حسم بطوله الدوري، لكن الفريق بيأدي بشكل جيد، في تركيز كبير واصرار على الفوز دايما في كل مباراه كابتن.
بس الحمد لله طبعا لكل مرحله بيبقى ليها اهداف معينه وكل مباراه بيبقى ليها اهداف معينه سواء كانت على المستوى الفني او المستوى النتيجه. الحمد لله على المكسب النهارده والحمد لله طبعا على نسبه الاهداف اللي اتحققت بنسبه كبيره. الحمد لله 40 من اشركت مجموعه او لعيبه النهارده محمد شريف بنشوفه خامه طيبه وان شاء الله الرحمن اللي جاي بيبقى بالنسبه له احسن. بنشوف لعيبه بقى لها فتره مش موجوده بشكل مستمر يعني بتبقى موجوده على فترات لكن الحمد لله يمكن كلهم على نفس المستوى كلهم على نفس المسؤوليه يعني. ازاي بيتم تحفيز اللعيبه يا كابتن سيد خصوصا ان احنا خلاص فزنا ببطوله الدوري وتبقى منها بعض المباريات عشان النادي الاهلي يوصل انتصاراته فاكيد في شكل معين من التحفيز بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. بص اي واحد عايز يوصل لهدف على المستوى المحلي او المستوى العالمي لازم يشتغل على نفسه ولازم يبقى في حاجه بالنسبه له بيأديها على المستوى الفردي سواء كانت من الدوافع او الاهداف اللي بيحطها لنفسه وبعدين في اهداف جماعيه بالتاكيد خاصه بالنادي والمسؤولين. لكن انت لو لعيب مش واخد بالك من نفسك ومش واخد بالك من مسؤولياتك ومش واخد بالك من اهدافك او مش محددها وبتحاول ان انت توصل ليها اعتقد ان التفكير هيبقى صعب جدا بالنسبه لك يعني. فكل لعيب بيبقى عارف كويس قوي ان كره القدم عامله زي القطر ما بتستناش حد خالص عمرها ما وقفت على حد وعمرها ما بتستنى حد خالص يعني. فالفرصة لما بيجي لك لازم تمسك فيها بشكل كويس ولازم تأدي بشكل كويس والمجهود اللي بتعمله أو التركيز اللي بتأديه أو التضحيات اللي انت بتضحيها أعتقد أنها كلها بتجيب نتائج بالنسبة لك كويسة جدا يعني. الأهداف بالنسبة للفريق من بطولة الدوري بعد حسمها كابتن سيد بالنسبة للجهاز الفني بالتحديد الأهداف بتتمثل فيه حاجات كتير جدا يعني مش شرط يعني انت عشان حسمت اللقب يبقى الموضوع انتهى يعني الواجب بتاعك خلص يعني. لا طبعا عندك حاجات تانية عندك مستوى رقمي عندك مسؤولية نادي يعني حتى لو كان ما بتلعبش على أرقام ولا بتلعب على حاجة عندك مسؤولية نادي يعني. انت لو نادي بتلعب النادي الأهلي بتلعب بمباراة ودية بتبقى عايز ان انت تأدي فيها بشكل كويس عايز تكسب فيها حتى على مستوى التقسيمات أو التمرينات يعني. هي الكورة لما اتعملت ما تعملش عشان في البدايه خالص يعني الناس ما كانتش بتفكر او اللي انشاتها او اللي اخترعتها ما كانتش بتفكر ان في دوري وفي كاس وفي كاس عالم اعتقد ان كان الفكر بعيد شويه يعني. لكن روح المنافسه نفسها يعني لو اتنقلت على حسب المستويات وعلى حسب التدرج اعتقد ان دي من الحاجات الايجابيه جدا يعني. بمناسبه كاس العالم هل في تواصل ما بين الجهاز الفني للنادي الاهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر؟ وده يمكن البعض يمكن تكلم كابتن سيد عن احتراف عبد الله السعيد عشان يشارك عشان يكون جاهز لمباراه كاس العالم. نفس الجزئيه البعض تكلم على شريف اكرامي بعد اصابه احمد الشناوي اصبح في فرص كبيره لشريف ان هو يشارك في كاس العالم. فهل النادي الاهلي في تنسيق ما بينه وما بين الجهاز الفني لمنتخب مصر؟ بص انا اتكلم على الجزء اللي يخصني طبعا هو الجزء الاداري والتنظيمي يعني. في تواصل طبعا مع المهندس ايهاب الهيطه بشكل كبير جدا مش المره دي بس او مش في الفتره دي بس يعني في تواصل من فتره كبيره ودي حاجه كويسه. فيما يخص الاختيارات او التجهيزات اعتقد ان احنا اكتر الناس هتبقى سعيده جدا لو الفرقه كلها راحت كاس عالم. اعتقد كمان ان في مجموعه كبيره جدا 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 ما بنفرضش راينا على حد او بنفرض وجهه نظرنا على حد. الجهاز المنتخب هو الاضرب باحتياجاته لكن عندك لعيبه كبيره جدا وعامله موسم رائع جدا جدا مع النادي اعتقد انها من حقها وان لها ان يكون لها فرصه ان شاء الله الرحمن في المشاركه ان شاء الله. ده كان لقائنا مع الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي عقب هذا الفوز المستحق للنادي الاهلي على فريق وادي دجله بنتيجه 1-0. الفريق طبعا بيواصل نتائجه الجيده في بطوله الدوري رغم حسم هذه البطوله ودي سمه اكيد من سمات النادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله مواصله الفريق لما هو قادم من مباريات في بطوله الدوري وايضا كاس مصر والاهم واكثر اهميه هو بطوله دوري ابطال افريقيا. لحظات واكيد هننتقل ان شاء الله للمؤتمر الصحفي الخاص بالكابتن حسام البدري عقب انتهاء هذه المباراه. طيب يمكن ده لقاء مع كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي وكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى. اكيد كابتن واحنا كابتن سيد يعني اتكلم على جزئيه المباريات والفتره القادمه يعني اعتقد انها ضغطه مباراه لسه كنا بنقول لكابتن بنتكلم في الفاصل او في اثناء اللقاء على الضغطه دي نفسها اكيد يعني هتاثر بشكل كبير خصوصا انت داخل على مباراتين افريقيا ورا بعض سواء بقى الترجي او كامبالا كابتن يمكن تقريبا زبوا في ما بينهم اعتزال كابتن حسام غالي ولسه في كاس مصر موجود وفي المباريات المتبقيه من الدوري. اول حاجه انت عندك من يوم 22 الاهلي وبتروجيت و26 الزمالك وال30 اسيوطي في الكاس ثلاث مباريات تقال جدا. يمكن كابتن شريف وكابتن ربيع اتكلموا على ان اهلي وزمالك بيبقى ليه يعني الدوري خلاص اتحسم ما اتحسمش بس دي مباراه وده دوري مجهود كبير يعني. بيحصل في وطبعا انت في ضغط عصبي وضغط جماهيري والحاجات دي كلها وداخل معاهم بتروجيت وداخل معاهم الاسيوطي في كاس مصر برضو اللي هي المباريات الصعبه اللي في كاس مصر اللي ممكن
اي فرقه كبيره تتخطف فلازم تبقى انت عامل محرز جدا، وده بعديها باربع ايام. بعدين تخش على الترجي، وبعدين كامبالا سيتي هتسافر عندك سفريه، وبعدين تلعب مباراه حسام غالي الترجي يوم 4 ولسه المصري كمان. المصري انت هتلعب المصري، احتمال المصري يبقى هو ال 4 5 يعني. لا هو ماتش الترجي متحدد 4 مايو كده، 4 يعني. المصري تاجل بقى، يبقى المصري تاجل. هي المشكله عارف في ايه؟ المشكله انت لو البلان ده محطوط من اول السنه انت كنت تقدر تعمل احمالك عليه، لكن انت في الوقت الحالي ما بتعرفش الا بيجي لك مباريات فجاه ومباريات سريعه. هي دي المشكله الكبيره اللي هيواجهها النادي الاهلي. الحاجه الثانيه اللي هقول لك بس كابتن، حته التحديد الماتش المصري والاهلي، لان الاثنين بيشاركوا في بطوله افريقيا حتى الان، فدي صعوبه يعني. حاجه عامل حسين اكيد الامور بالنسبه له. لا انا بتكلم في يعني بتكلم انك انت لما بيبقى عندك الجدول محدد من اول يوم الى اخر يوم معروف وبيتحط البدايل بتاعتها، فانت كمدرب علشان كده اي مدير فني في مصر لما بيجي يحط اعداد او بيحط البلان السنوي بتاعه اللي هو بيخرج منه شهر وبيخرج من الشهر اسبوع وبيخرج من اسبوع يومي، ما بيعرفش يحطه. ليه؟ لانه طول الوقت بيشتغل، فبيفاجئ، بيبقى المفاجاه ان هو ممكن يروح مباراه تانية وبيتغير ميعاد مباراه اخرى. دي حاجه. الشق الثاني بقى، يمكن من نجاحات النادي الاهلي لازم نعترف بسيد عبد الحفيظ كمدير كوره وتنسيق. سيد عبد الحفيظ بيبذل مجهود كبير جدا على فكره، ولازم الواحد يديله حقه تماما. سيد عبد الحفيظ من المديرين الكره الشاطرين اللي انا يعني شايفه اداؤه ثابت، عنده كاريزما كويسه قوي، عنده عارف انت الثبات بتاع مدير الكره بتاع النادي الاهلي سيد عبد الحفيظ. حتى الرياكشن بتاعه ما بيبقاش فيه عصبيه، ولا بيبقى فيه عايز اقول لك، ولا بيبقى فيه يعني نشوه انتصار يعني، هو طول الوقت. فانا بحيي سيد في الامر ده، والضغط اللي النادي الاهلي هيشتغل فيه الايام اللي جايه فهو ده اللي احنا شفناه النهارده من الكابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري بدا التدوير الحقيقي اللي هو لازم في اخر السنه، لانك انت في اخر السنه اللعيبه اقل لاعب ممكن يكون وصل ل 32 35 36 مباراه، فده مجهود بدني. انت بتلعب في وقت هتلاعب فرق قويه جدا، عايزه انك انت تكون مصحصح، عايزه انك انت تكون جاهز بدنيا. كمان الجهاز المعاون للكابتن حسام والاستشفاء دي مهم جدا للغايه. يمكن الاسبوع او الشهر اللي جاي ده شهر الشعلاني ومحمد ابو العلا، دي حقيقه ان هم لازم يشتغلوا استشفاء كويس قوي، ولازم يعملوا تعويض للعيبه كويس، تعويض كويس جدا، ويمكن هم شغالينه بشكل جيد. والحته الفنيه بتاعت الكابتن حسام اللي بدا يعملها النهارده، مباراه وادي دجله مريح يجي خمس لاعبين، هيريح انا متاكد انه هيريح في مباراه بتروجيت، لكن مباراه الزمالك يلعبها الفول تيم بتاعه، وبعدين يقدر يريح المباراه اللي بعديها شويه نسبيا، وبعدين يلعب الترجي بالفول تيم، ويلعب كامبالا سيتي بالفول تيم بتاعه. علشان انت بتتكلم في بطوله اللي احنا ان احنا خلاص وصلنا النادي الاهلي الدرجه ان هو راح بعيد في الدوري المحلي، بعيد عن الانديه، ودي حقيقه ولازم نعترف بيها، ومش تشكيكا في الانديه، ولكن دي الواقع اللي احنا شايفينه. بعيدنا كتير قوي بدليل انك انت خلصت الدوري بدري قوي، زي الانديه الكبيره اللي خلصت في الدوري الانجليزي بدري، وزي الانديه اللي في الدوري الاسباني، وزي الدوري الالماني، وزي الدوريات الكبيره كلها. الانديه الكبيره اللي عندها حمل كويس واللي عندها لعيبه كويسه هي اللي بتخلص بدري. هاخد منك الكلمه دي واروح لكابتن شريف بخصوص يعني المكسب الكبير بالنسبه لينا السنه دي، هو ان انت خدت البطوله قبلها بست اسابيع يا كابتن، وده مخليك يعني في ظل ضغط المباريات اللي احنا بنتكلم عليها هتعرف تريح، هتعرف تختار امتى اللعيبه الاساسيه تريح، وده اللي بيعمله كابتن حسام البدر من خلال اللقاءات الموجوده. يعني زي ما قال كابتن عادل، في مباريات ما ينفعش، ما تقدرش تسمح لنفسك انك تلعب غير بالفول تيم بتاعك اللي هو يمكن اتعود، ولكن المكسب فعلا ان انت خدت البطوله كابتن بدري شويه، وده ساعدك بشكل كبير على تنفيذ الموضوع ده كابتن. والله يا كابتن فاروق، انا لو مدير فني ابقى عايز العب بالقوام الاساسي على طول. مش عايز لعيب يهرب مني، مش عايز لعيب يروح مني. طبعا. خدت بالك؟ لو اديته راحه زياده عن يخرج بره فورمه الاساسي او فورمه الماتشات، ان انا عايز ارجعه تاني، اجيبه تاني. يعني احنا من المحظوظين قوي ازاره النهارده انه يرجع بهذا الشكل بعد الاصابه الحقيقه، وبنادي الانطلاقات وانه حافظ الملعب وفي سبورتنج ليه وتدعيم ليه، وبيجيب هدف اول ما يرجع. حاجات صعبه جدا، مش سهله جدا في الكوره يعني. فان انت النهارده تبقى محافظ على شكلك الاساسي والقوام الاساسي بتاع فرقتك وهو تحت ايدك على طول، تشيل وتحط كده 20 30 دقيقه. انما عمرنا ما تعودنا ان احنا بنريح 2 3 لعيبه، ان ساعات كنا ناخد انذار عشان
ما ناخدش انذار في الماتش اللي قبله يا كابتن ربيع عشان نلعب ماتش الزمالك مثلا او ما يحصلش اخفاق لينا في اي حاجه، ده مزاجنا. انما احنا ان احنا اللعيبه عندنا تبقى مصابه وترجع تاني وكلام من ده، وانا بقى على طول جهاز فني قلقان ان انا عندي غيابات وعندي ناس بتطلع وناس بتخرج، ده ما ينفعش خصوصا في المرحله اللي جايه زي انت بتقول عليها. احنا عندنا كاس مصر وعندنا ماتش الزمالك المهم اللي احنا قلنا البطوله، وعندنا الترجي وعندنا كامبالا، يعني دول مرحله مهمه جدا انك انت تقف ستوف، ولازم اللعيبه تساعدك كمان، اللعيب لازم يبقى مركز زي ما انت مركز كده وبتعدله. يعني انت بتقول سعد عبد الحفيظ عليه شغل جامد قوي كمدير كوره دلوقتي، انه زي يلم اللعيبه بتاعته ويخليها جاهزه لحسام بدري، ده مجهود شاق جدا. واللعيبه انت كنت بتتكلم في جزء اللعيبه لازم تساعد نفسها، اللعيبه لازم تساعد نفسها يعني حته الراحه تجهز نفسها لحسام بدري، تجهز نفسها للاجهزه الفنيه كلها، للناس اللي بتعدهم حتى شعلان ومحمد ابو العيل، عايزين حتى اللي عايز يرجع للاستشفاء بيساعده يبقى موجود معاه في الملعب ماشي صح، بينام بدري، بيعمل كل حاجه. المرحله اللي جايه مرحله الستارت دي اللي هو التيك اوف بتاع بنسميها كاس مصر وبنسميها بطوله افريقيا بعد كده، وضغط ضغط ضغط ضغط. انما احنا متعودين على الضغط ده، انما انا كمان عايز ماتيريال تحت ايدي انا كجهاز فني اقدر الاسترتش بتاعي. دايما بنقول النادي الاهلي قماشته عريضه، طب ما قماشه عريضه دي لازم لعيبه تبقى سليمه، لازم لعيبه مش غايبه عني، لازم لعيبه انا ما توهش معاهم وهم يتوه معايا. وبعدين النهارده مش عارف فلان ده قبل الماتش ب 24 ساعه هيشترك، لا مش هيشترك، صلاح محسن هيرجع، شريف اكرامي ستاند باي وجاهز انه يبقى اساسي مش احتياطي بس، علي لطفي هايل، الشناوي في مستواه العالي، كل ده بيريح الاجهزه الفنيه وبيريحنا احنا حتى كجماهير او كحللين او كحاجه. لما اجي اتكلم على الاهلي او اتكلم على الفرقه اللي هي بتقود افريقيا زي المصري دي، يبقى عندهم العامل القوام الاساسي بتاعه، المفاتيح الانياب اللي بيقدروا يخترقوا بيها، وكل اللعيبه اجاييه عندي انياب انا ايه؟ يعني اجاييه وازارو والاطراف احمد فتحي ومعلول، الناس دي النادي لازم كلها تبقى تحت ايدك انت بتحاول تثبت انك انت قد المرحله اللي فيها البدايه دي. طب كابتن ربيع خلينا اكلمك على البطوله الافريقيه، اطمئنان حضرتك كابتن ربيع للجزء الدفاع عندنا المدافعين؟ طبعا بطوله افريقيا اكيد الشكل خصوصا بقى الدور اللي احنا فيه ده دور صعب، يعني انت بتخش في دور مختلف تماما، ومجموعه الفرق اللي موجوده هتبقى اقوى بكتير من قبل كده، قبل ما كنا بنلعب مونانا طبعا الامور مختلف. الجزء الدفاعي عندك في الوقت ده بيطمن بشكل كبير يا كابتن؟ احنا بنلعب دوري لكن افريقيا هتبقى مختلفه. الشيء محمد النقطه ان ما ينفعش، يعني المنظومه لازم تكون ماشيه بطريق علمي عشان تنجح، وسر النجاح يعني في المنظومه كلها ماشيه بطريق واحد. يعني اللعيب النهارده اللي بياخد 3 4 5 لازم ينام بدري، لازم ياخد كاس ولازم يدي في الملعب، ما كانش كده بره الملعب، هو ده السوق الاحترافي اللي موجود. النادي الاهلي بيجيب لعيبه كتيره جدا، خد بحياتك النادي الاهلي بيدور على بطولات، الاداره جايه عشان ليها شغل معين، الجهاز الفني له دقه معينه في تنظيم الدوافع، في تنظيم الجانب البدني، في تنظيم الراحات، في تنظيم التدوير، في تنظيم، ما ينفعش، ده منظومه كبيره كل مصر بتتعلم من المنظومه دي. فالطريق المفروض ان كل واحد عارف طريقه، مش هنتكلم على تنظيم والتخطيط وهو حاجات، ده منظومه الاهلي بتاخد 40 بطوله عشان هي النادي الاهلي، عشان هي منظومه كبيره اداريه وفنيه، حاجات كتيره جدا، كل واحد عارف طريقه في النادي الاهلي، ما ينفعش يبقى الدنيا ماشيه بعشوائيه، ما ينفعش في النادي الاهلي لانها منظومه كبيره جدا جدا، كل الناس بتتعلم منها، منظومه احترافيه كبيره بتطبق وماشيه بسيستم رائع، عشان كده بيحطم الارقام، الاهلي حاليا بيحطم ارقام. بالنسبه لخط الظهر احنا قلنا ان في النادي الاهلي تفاوض، طبعا اصابه رامي ربيعه ما فيش كلام ان هي تاثر يا محمد، كان بعد سعد برضو بعيد، الضغط على سعد وايمن اشرف، ايمن اشرف من وجهه نظري يستحق ان يكون في منتخب مصر، ان عامل بصراحه موسم رائع، لما اللي هو لعيب جوكر ممكن ده يلعب معاك، بيلعب مساك، يلعب باك ليفت، يلعب كمان ديفندر، في الثلاث مراكز دول ممكن توظفه في اي حته فيه. لما النهارده تم اسناد المساك ليه من ساعه ما بدا محمد وبعد اصابه وبعد سعد ورامي امتياز بصراحه من وجهه نظري الفنيه، ان الولد ده ايمن اشرف عامل موسم رائع في شكله الدفاعي، خد بالك في استلامه، في تخطيطه، في رقابته، في الجانب الدفاعي، وظيفته الدفاعيه اللي مطلوبه منه الفنيه اللي هو جه فيها للنادي بامتياز، خد بالك احنا عندنا سعد واصابات سعد الفتره الاخيره، وعندنا نجيب يعني انا، وعندنا رامي اصاباته،
انا من وجهه نظري ان المركز ده لازم يدعم افريقيا. هو رامي لسه قدامه شويه مش هيلحق طبعا بطوله افريقيا، لازم في تدعيم، وانا سامعين ان في تدعيم وفي تفاوض مع لعيب في مساك او اتنين في هذا المركز، لابد لان هل دول يقدروا كابتن يخشوا بسرعه في في الفريق يعني كجزء دفاعي تعود على سيستم معين بشكل معين؟ لا، هو السيستم ايه؟ مساك مساك هيجي مساك، هو مطلوب انه مساك يطلع يجيب كوره. ايوه بس ده ليه دور كابتن بطريقه في بناء هجمه، انت ليك طرق اختيار، سيستم لعب نفسه ليك طرق اختيار. انت بتجيب اللعيب الذكي، انت ما بتجيبش لعيب بليد مع احترام الشديد. انت بتجيب لعيب، انت دافع في اللعيبه اللي جايبها ملايين الملايين، الكلام ده ولا يجيب مثلا لعيب من قسم تاني او بعيد صغير في السن، انما انت بتجيب لعيب متوسط عمره، شوف سنه قد ايه، واخد بالك، وذكائه قد ايه، فبتجيب لعيب جاهز. وانت بتجيب اللعيب اللي يجي للنادي الاهلي لعيب سوبر، سوبر يعني ايه لعيب موجود، التاقلم بقى والانسجام والتفاهم، اللعيب الموهوب محمد ينسجم في اي وقت. طب ما انت ايمن اشرف جبته من مش عارف سموحه، لعيب السوبر، لعيب تجيب لعيب سوبر على طول تحط. فدي وجهه نظري انا الفنيه، واخد بالك، انما الاهلي ان شاء الله باذن الله تعالى في افريقيا اكيد انه هيسمع ان شاء الله، وان احنا صفقاتها تبقى تتزود على اعلى مستوى عشان نمشي في افريقيا باذن الله. انت يا كابتن تعليق على الجزء الدفاع كنت عايز تتكلم فيه. الكابتن ربيع اتكلم في كلمه مهمه جدا، وقال كلمه غايه في الاهميه في كيفيه اختيار اللاعب اللي يدخل النادي الاهلي في الوقت الحالي كسرد باك او يلعب اثنين سرد باكين. كابتن ربيع قال لك لازم يكون ذكي، دي حقيقه، وبيجيب واحد نجم كويس، يعني انت مش هتجيب واحد خبراته قليله، انت بتجيب واحد خبراته عاليه. علشان كده اتكلم وقال لك انا مش هجيب في الدرجه الثانيه ولا اجيب لاعب صغير ناشئ، لا، هو قصد الكابتن ربيع ان هو هيجيب لاعب كبير يناسب امكانيات النادي الاهلي، عنده الخبره الافريقيه وعنده، لانك هتدفع فيه كويس، ممكن يكون محترف خارجي يجي من بره، هو ده الامر يعني، وده اللي احنا محتاجينه. لكن غير كده يعني حاله الاطمئنان يا كابتن، كابتن ربيع بيكلمنا في جزئيه ان المرحله الجايه اكيد النادي الاهلي هيلعب. لا، ولامس نقطه مهمه كابتن ربيع في الحته بتاعت اللي نقصانا في الوقت الحالي كالنادي الاهلي. يعني انا موافق ان ايمن اشرف وسعد سمير سرد باكين كويسين جدا، لكن في اوقات انت هتلاعب فرق عندها القامه عاليه او طويله، عندك كور ثابته هتلعب قدامها في بطولات افريقيا، هتلاقي الركوب بصعوبه في لغه الكوره، هتلاقي يعني انت محتاج واحد زي حجازي. هو الكابتن ربيع اتكلم في هذا المنطلق ان هو في واحد في قيمه حجازي او في قيمه سرد باك افريقي كبير. كنت حسام نفسه اتكلم في هذه، ايوه، ما هو ده المهم جدا. واقول لك حاجه، مش واحد بس كمان، ممكن يكون واحد اخر كمان، لانه رامي ربيعه واضح انه ممكن هيتاخر شويه علينا. حتى لو رامي رجوع رامي ربيعه في الوقت الحالي ياخد وقت عقبال ما يتاقلم. انت داخل على دور المجموعات، دور قوي محتاج انك انت تعمل فيه، يعني محتاج انك تعمل نتائج كويسه، وبعدين بادئ بالمنافس التقليدي معاك في المجموعه. انت البدايه مهمه، بادئ مع الترجي، والبدايه مهمه جدا، فدي حاجه مهمه جدا. وحاجه تانية، انت مسافر، انت مسافر لكامبالا سيتي بره، ومسافر ماتش الامارات بتاع حسام غالي، وبتلعب مباريات ضغط عصبي زي المصري. فانت بتتكلم في المنظومه بتاعت النادي الاهلي اللي هي بترتب البيت من الوقت الحالي. عشان كده يمكن اتكلمت معاك في اول الاستوديو، قلت لك حاجه مهمه جدا، المباريات دي مهمه للغايه للمدرب، ان هو يقدر يدور فيها، صحيح، يقدر يريح فيها كويس قوي. الحاجه الثانيه المهمه، ان بيلعب لعيبه ممكن تنجح في الوقت ده، عارف ليه؟ لان اللعيبه ما بتلعبش على بون، ان هي مش مشدوده بتلعب على بطوله، مش بتجري ورا بطوله، مش بتجري ورا خصم، لا، اللعيبه بتلعب بهدوء نفسي، بهدوء نفسي، فيقدروا يؤدوا اداء متميز. المهم في الوقت ده من السنه، ودي حاجه مهمه جدا، ان كل واحد بيشتغل في اتجاهه، الاداره بتشتغل في اتجاهها للتدعيم، المدربين بيشتغلوا في اتجاههم في في التدوير وتريح اللاعبين، الجهاز المعاون بتاعه اللي هو بتاع الاستشفاء الجزء ده مهم، لانه ده اهم جزء للانديه الكبيره في العالم في الوقت الحالي. برشلونه ريال مدريد ما بيتمرنوش، خد بالك، الدوري الانجليزي، صحيح، الاسبوع الانجليزي، صحيح، الاسبوع الانجليزي بيبقى فيه ثلاث مباريات يا كابتن محمد، انت بتقعد من يوم السبت ليوم السبت بتلاقي نفسك بتلعب مباراتين في الدوري أقوية جدا، ومباراه في بطوله اوروبا، صحيح. هتقول لي اللاعبين اللي بيلعبوا بيوصلوا دلوقتي بيلعبوا كل 32 ساعه وكل 38 ساعه مباراه، الاستشفاء هي الاهم والاطول كمان يا كابتن محمد، يعني في عجاله كده الاستشفاء ده علم كبير جدا
ما بيشتغلوش الا الانديه الكبيره. خلي بالك كابتن، ما بتاخد ممكن ما تتاخدش في يوم، بتاخد في يوم ويومين وثلاثه. لا انا عاوز اقول لك حاجه مهمه فيها، ان كل ما التكنولوجيا والعلم بيزيد صحيح. كل ما المده بتاعت الاستشفاء بتقل. يعني كان الاول في الثمانينات والتسعينات كان الاستشفاء ممكن كل 48 ساعه تلعب مباراه، او انا دلوقتي ممكن تلعب كل 18 ساعه مباراه في الاستشفاء. خلي بالك صحيح. بس عايزه اجهزه، عايزه حجره اكسجين، عايزه حاجات كتير قوي في الشغل العلم الكبير، عايزه جهاز على اعلى مستوى. يمكن اشطر ناس انا بقولها وبعلنها، اشطر ناس في العرب هم التوانسه في المجال ده. دي حقيقه. يمكن انا جربت التوانسه، انا طول الوقت بشتغل معايا واحد زي الشعلاني تونسي، عشان كده انا عارف قيمه الشعلاني في النادي الاهلي. ده مهم جدا. اشتغل معايا 4 سنين في الدوري السعودي، كان شغال معايا بالنظام ده. طيب خلينا نروح نشوف لقاء مع كابتن حسام البدري. اكيد كابتن حسام البدري سعيد بالفوز، واكيد سعيد باداء اللاعبين اللي ممكن يكون في الفترة دي أو المباراة النهاردة جربهم وكانوا على قد المستوى اللي هو كان مطلوب منهم في هذه المباراة. شاهدوا متابعي قناة الأهلي في كل مكان، عقب انتهاء مباراة الأهلي وفريق وادي دجلة فوز النادي الأهلي بنتيجة 1-0. معايا في هذه اللحظات كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي. كابتن حسام برحب بك في البداية وببارك لك على المباراة النهاردة، مباراة جيدة. النادي الأهلي حقق الأهداف من هذه المباراة وهو الفوز والحصول على 3 نقاط رغم حسم بطولة الدوري. لكن في البداية عايز أخد تقييمك لأداء اللاعبين النهاردة، خصوصا في ظل مشاركة بعض اللاعبين اللي كانوا بعيد عن المشاركة خلال الفترات السابقة، وأيضا في ظل عودة بعض المصابين خلال هذه المباراة. طبعا في البداية تحياتي لل كابتن محمد فاروق، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن. انت ما بتقوليش هما بيزعلوا يعني، تحياتي ليكم. مش مديني فرصة، انا عمال اضحك عشان انت مش مديني فرصة، انا عرقان وعاوز تحياتي ليهم جميعا. طبعا بقول الحمد لله على الفوز النهاردة، وزي ما انا بقول يمكن المرحلة الحالية في ثوابت، احنا بأكد ان احنا بنشتغل عليها بالرغم الحمد لله حسم بطولة الدوري العام، لكن هناك ثوابت بنشتغل عليها واللعيبة مقدرة الكلام ده بشكل جيد جدا وبوعي كبير جدا، وهو الفوز وطريقة الأداء حتى بتغيير الأفراد نتيجة طبعا عوامل كتيرة جدا، يعني بنريح بعض الناس وفي نفس الوقت بنشرك بعض الناس زي ما أنا قلت، لأن يعني احنا اشتغلنا على مدار موسمين، ففي إجهاد بدني وإجهاد ذهني، والتملي دائما بقول إن الإجهاد الذهني في بعض الأحيان بيبقى يعني أخطر بكتير جدا أو بيبقى متعب بكتير عن الإجهاد البدني، فبنستغل الفترة دي عشان نريح بعض اللعيبة، بنشرك بعض اللعيبة عشان نأكد شغلنا اللي احنا بنشتغله، وهم يأكدوا الكلام دوت بأدائهم وشغلهم مع المجموعة. وبالفعل الحمد لله بنشوف يعني النهاردة أدائنا مع وادي دجلة بالرغم من النتيجة 1-0، لكن في أهداف كثيرة جدا ضايعة، وأنا بشكر اللعيبة على أدائها النهاردة وعلى فترات وتحكمها في رتم المباراة وتغيير طريقة الأداء في أوقات كثيرة في المباراة، فبقول الحمد لله الأهداف بتتحقق، وبننظر ان شاء الله للمرحله الجايه اللي هي لسه فيها كاس مصر ان شاء الله ومشوارنا الافريقي، فرب ان شاء الله نصل الى ابعد محطه ونحقق كل اهدافنا في المرحله المتبقيه. الاهداف دايما من وجهه نظر الجهاز الفني بتبقى مختلفه شويه عن الجماهير، لكن في هدف مهم ويمكن النادي الاهلي خلاص حققه او قرب يحققه، هو عدد الاهداف في موسم واحد. اكتر عدد اهداف كان 72 هدف، الاهلي النهارده وصل ل 70 هدف، ادي ده هدف من الاهداف الخاصه بفريق النادي الاهلي. في ايضا النادي الاهلي فاز على كل انديه الدوري هذا الموسم، ودي حاجه ده هتحقق النهارده بعد ما فزنا على وادي دجله، خصوصا احنا اتعادلنا معاه في الدور الاول بنتيجه 1-1. اهداف عديده كابتن حسام البدري، ودايما دي سمه من سمات النادي الاهلي مختلفه عن اي فريق رغم حسم بطوله الدوري منذ عده اسابيع. لابد ان انا اشكر اللعيبه، يعني هي بالفعل برضو الاهداف دي في حساباتنا، واتكلمت فيها مع اللاعبين، واللاعبين طبعا عندهم وعي كبير، وبقول الحمد لله يمكن النهارده بيتحقق زي ما انت بتقول حاجه ما اتعملتش من 14 سنه، ان فريق يفوز على كل المنافسين اللي موجودين. ان شاء الله باذن الله لسه متبقي لنا 3 مباريات ان شاء الله نوفق فيهم برضو باذن الله، وفي نفس الوقت زي ما انا بقول ان انا بشكر اللاعبين، لان طبعا كل اللي بيتم ده بمجهود جماعي سواء احنا الجهاز الفني والجهاز الاداري واللاعبين، فاكيد كلنا مشتركين في الانجازات او الايجابيات اللي بتحصل، وان شاء الله لسه عندنا يعني بقول يمكن هي ايام قليله تقريبا لغايه يوم 22 مايو ان شاء الله، لكن مرحله مهمه جدا ان شاء الله. الموسم الماضي كنت سجلت مع حضرتك وسألتك ايه اللي ينقص النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يتطور في الموسم القادم، قلت لي سرعات. امتلكت سرعات السنه دي، فامتلكت اهداف كتير، امتلكت عدد نقاط كتير. من وجهه نظر كابتن حسام البدري اللي هي اكيد مختلفه عن كل وجهات النظر الاخرى،
ايه اللي ينقص النادي الاهلي للتطوير الاكثر؟ وانا عارف كابتن حسام بدري دايما مهما وصل لحاجه بيبقى عايز الاحسن والافضل والتطوير دايما مستمر. عشان كده بقول لك لا لسه في نواقص، لسه في نواقص طبعا. اذا قلنا ان في سرعات موجوده عاوزين برضو ربط السرعات دي بالمجموعة اللي تحت السرعات شوية، لأن السرعات دي طبعا إذا كنا أي حد بيتكلم على السرعات فبيتكلم فيها في الخط الأخير اللي هو بيصل به إلى التهديف أو إلى إنهاء الشكل اللي هو بيلعب به. وساعات السرعات كمان مش بتبقى للفرادة بس، أنت السرعات بتبقى للناس اللي موجودة حتى للظهراء اللي يعني حتى للمدافعين. لكن في طبعا سرعات موجودة عندنا لكن محتاجة بعض الربط وفي نفس الوقت محتاجة بعض الدقة، فكل ده بنشتغل عليه وإن شاء الله بإذن الله نوفق في المرحلة اللي جاية إن شاء الله. أنا بشكر المجموعة اللي موجودة معايا ومقول معايا يعني مجموعة لعيبة مميزة وأنا ببقى سعيد بيهم، وإن شاء الله بإذن الله في المرحلة الجاية لو في حاجة محتاجة تطوير إدارة النادي ما بتتأخرش يعني. إن شاء الله بالتوفيق دايما كابتن حسام. شكرا. ده كان لقائنا مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عقب هذا الفوز على فريق وادي دجلة بنتيجة 1-0. النادي الأهلي دايما بيواصل انتصاراته، النادي الأهلي دايما بيواصل أرقامه القياسية، ودي أهداف النادي الأهلي دائما رغم حسم البطولات وبالتحديد بطولة الدوري هذا الموسم. أكيد نتمنى كل التوفيق لما تبقى من مباريات للنادي الأهلي في هذه البطولة، وأيضا التركيز فيما هو قادم سواء بطولة كاس مصر أو أيضا بطولة دوري أبطال أفريقيا الأكثر أهمية لكل جمهور النادي الأهلي، خصوصا بعد الوصول للنجمة رقم 40 وتحقيق بطولة الدوري الممتاز. ما زلنا مستمرين مع حضراتكم وكلامنا عن مباراة الأهلي ودجلة. يمكن كابتن شريف خلينا واحنا يعني مستمرين في كلامنا برضو عن المستقبل للنادي الأهلي في الفترات القادمة، خصوصا يعني داخلين على مجموعة مباريات قوية للنادي الأهلي. خليني أقول لك عملية الإحلال والتجديد لازم تبقى متواجدة في كل نهاية موسم بالنسبة لأي فريق. هي ازاي انت هتواجهها هنا من خلال كابتن حسام البدري وارتباطاته بالمباريات القادمة، ومباريات ليست يعني مباريات عادية، لا هي مباريات مهمة، مباريات بطولة بالنسبة لكابتن حسام البدري والنادي الأهلي. بص كابتن فاروق، من أهم الأشياء اللي أنت قلتها دلوقتي دي، أنا كمدير فني وعندي لعيبة جاي من إصابات، عندي لعيبة جديدة عليا زي ما أنتوا بتقولوا هتستخدموا لعيبة في مراكز معينة، إزاي اللعيبة دي بتخش وإزاي بيحصل الإحلال والتبديل اللي أنت بتقوله ده، ونتيجته إيه؟ نتيجته دي ما بيدفعهاش غير الفريق وجهازه الفني، واللي انت هتقول انا جبت لعيب لعبته مكان لعيب، مكان اللعيب التاني شغال كويس حتى لو بيديني 60-70% ان مكان موجود معايا وعارف اتموسفير الفرقه شكله ايه والايقاع ايه والبتاع. فدي من اهم واخطر الحاجات اللي بتهد فرق، انك انت تجيب لعيبه تدخلها لعيبه تانية وتعملها حاله انسجام. دي فدي من اخطر الاشياء اللي موجوده وسط الفرق اذا كانش بحساب. لازم زي ما انت بتقول عندي توازن دفاعي وتوازن هجومي والحاجات دي، توازن كمان دخول العناصر الجديده انك تأقلمها معاك وتبقى معاك الروح نفسها وروح التيشيرت الاحمر والرغبه في اثبات الوجود مكان اللاعب اللي هو موجود دلوقتي. اذا كنا بنقول عليه بالبلدي كده سنه كبر يا كابتن عادل، حالته ما بقتش تسمح له بالماتشات الجامده دي. يعني انا مثلا دايما بدي مثل بعصام الحضري 46 سنه وبيحرس عرين مصر قدام مين بقى؟ قدام غانا وقدام أورجواي وقدام روسيا وقدام السعوديه، ودايما بنقول ان عصام الحضري برضه هو اللي هيلعب اساسي في طيب كابتن شريف معلش انا هقطعك، لان كابتن احمد حموده المدرب العام لفريق وادي دجله معانا على التليفون. طبعا هارد لك كابتن احمد، واكيد الموقف بيتصعب لفريق وادي دجله وان كان هو الاقرب ان هو يبقى باقي في الدوري الممتاز، لكن طبعا الامور ما زالت يعني معلقه بعد هذا اللقاء. الله يخليك يا محمد، ازي صحتك طبعا سلم على حضرتك، بتكلم مع الكابتن ربيع والكابتن شريف طبعا والكابتن عادل عبد الرحمن. اهلا بيك. طبعا حضرتك عارف يمكن وادي دجله بيمر السنه دي من بدايه الموسم يعني في دروب في المستوى من بدايه الموسم لغايه دلوقتي. طبعا خدنا فتره كنا ماشيين فيها بشكل كويس ويمكن الامور ما كانتش مساعده، رجعنا تاني يمكن فترة فات كمان قعدنا نلعب احنا مبسوطين جدا، الرجاء قرب بشكل كويس، الناحيه الثانيه في عندنا طنطا برضه قرب لينا بشكل كويس، صار 4 بونت و5 بونت. يمكن النهارده احنا بنلعب مش هنقول مرتاحين طبعا، احنا محتاجين اصلا 3 بونت عشان نقعد في الدوري، انما النتائج النهارده يمكن بتاعت طنطا طبعا الداخليه
فرقت معانا شويه نتيجه امبارح بتاعت الرابطه. ريحتكم شويه يا كابتن، يعني خليتكم لحد ما في هدوء، ولكن برضو ما زال يعني الامور معلقه برضو يعني اكيد طبعا يا كابتن. بص يا كابتن، طول ما بالحسابات احنا لسه ما عدناش. طبعا هو فرق 5 بونت بيننا وبين الرجاء، وفرق 4 بونت بيننا وبين طنطا، وكل فرقه ليها مباراتين، مباراتين ب6 بونت، فطبعا انما احنا يمكن فرصتنا احسن شويه. لا طنطا، طنطا ليها 3 يا كابتن، بس عشان اصحح المعلومه. لا طنطا حاليا ليها ماتشين زي بعد مباراه الداخليه. صح صح، لعبه الداخليه النهارده صح، زينا هم اللي استلم المصري وانبي. صحيح. واحنا نستنى ان شاء الله باذن الداخليه والانتاج الحربي. ولسه الرجاء برضه ليه ماتشين برضه. ان شاء الله لو تعادل الماتشين يخش يفضل. لو تعادل فريق دجلة، لو تعادلت ماتش واحد يكون لك الحظ الاوفر ليك وتبقى موجود، مش كده؟ لا يا كابتن شريف، احنا لو تعادلنا، لو تعادلنا مباراه وطنطا لسه، وطنطا بينه وبينهم 4 بونت، طبعا لا هو طبعا الواجهات المباشره للرجاء، والواجهات المباشره برضه لطنطا مش لينا. فلازم احنا نفرق بالبونت ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. يعني ماشي كابتن، هرجع لك لورا شويه. يعني بتشوف ان موقف وادي دجله، يمكن يعني واحد، اي واحد بيفكر بشكل عملي وعلمي هيقول لك ان لا، فريق وادي دجله من الفرق اللي مستقره اداريا الى حد ما، عندك امكانيات لاعبين، لاعبين مميزين، سواء بقى في حتى عندك قطاع ناشئين مميز جدا، فحتى لو انت بتحاول تصعد مجموعه لاعبين هتلاقيهم برضو مميزين. فبالتالي الموقف اللي انتوا فيه ده بتشوفوا اسبابه ايه برضو يا كابتن، يعني بدايه من بدايه الموسم؟ يعني والله طبعا يا كابتن، لا مش عايزين ندخل، يعني هي طبعا من بدايه الموسم طبعا احنا ما كناش طاولين القصه، كان الكابتن ميدو متولي القصه. احنا واخدين الفرقه انا والكابتن طارق العشري بعد 12 مباراه، كان الفريق حاصل على 8 بونت بس. وطبعا الامور احنا خدنا الامور كان شكل كان صعب علينا شويه. فبعد كده ابتدينا الامور ظبطت معانا من اول 3 مباريات، الحمد لله احنا واخدين 10 بونت من 4 مباريات بالظبط في بدايه التولي بتاعنا انا والكابتن طارق. وبعد كده ابتدت الامور يعني نزلنا برده شويه، يعني نزلنا بشكل مش كويس طبعا، الفرقه ما كانتش ماشيه بشكل كويس، فاكيد طبعا حصل دروب. احنا الفتره دي يمكن لعيبه عندنا لعيبه كويسه زي ما حضرتك بتقول، ولعيبه خبرات موجوده، يعني عندنا احمد عيد، عندنا حسام عرفات، عندنا هلال عمر السعيد هداف الدوري، من هدافين الدوري، فطبعا احنا عندنا لعيبه كويسه، بس هي الظروف انت محطوط تحت ضغط ان انت بتنافس، يعني بتصارع من اجل الهبوط، فاكيد دي كانت بالنسبه لنا صعبه قوي يعني. طب انتوا عملتوا يا كابتن، هل غيرتوا يعني بعد وجودكم في المهمه غيرتوا شكل الفريق؟ هل بتغيير تاكتيك، بتغيير خططي؟ طبعا الحاله النفسيه دي كانت مهمه جدا انتوا تتعاملوا فيها، يعني طريقه الاداء اختلفت عن مكان كابتن حسام ميدو في طريقه لعبه وادائه؟ لا هي بالظبط، يعني اللي فرق كمان معانا جدا ان احنا اتعاملنا في الحته النفسيه قبل اي حاجه، لان احنا جينا بعد هزيمه الفريق ب 4-0 من الاتحاد السكندري، فاكيد انت كنت عايز تخرج اللعيبه من الفتره دي بالظبط، يعني بتعاملهم نفسي اكتر من فني حتى. وبعد كده ابتدينا نشتغل فني بعد، لان احنا جينا تولينا المباراه اللي يعني اللي بعد ماتش الاتحاد على طول كانت قريبه جدا، فانت مش هنكذب بقى ونقول ان احنا تعاملنا فني وعملنا، لا اشتغلنا الاول نفسي، وبعد كده ابتدينا الكابتن طارق يشتغل ويحط بصماته، ده الدنيا تتظبط بشكل كويس. وبعد كده ضغطنا الفتره اللي فاتت طبعا، لان الرجاء ابتدى، الرجاء يمكن مع الكابتن رمضان كمان عامل شكل كويس جدا، الكابتن رمضان السيد وصل لمرحله ان هو في اخر 8 مباريات او 9 مباريات ما تهزمش الا في الاخر اسبوعين بس اللي هو حصل فيهم الدروب ده، وكان اتهزم من ماتش الزمالك، هو ده اللي يمكن يعني فوقهم وقربهم لينا جدا، فابتدينا احنا نلعب تحت الضغط دوت. انما الحمد لله الفتره الاخيره يعني الامور ابتدت ترجع تاني، احنا قصينا مباراه ان شاء الله مع الانتاج لو ربنا كرمنا وكسبنا الامور خلصت، لو المصري كسب طنطا فطنطا كده بعيد، لو الاسماعيلي كسب الرجاء فبرضه خلاص الامور بالنسبه لنا هتبقى كويسه ان شاء الله. طيب اخر سؤال لكابتن، استعدادات بقى للمباراتين القادمتين، يعني هتعملوها ازاي؟ هتشتغل عليها ازاي كابتن؟ استعداد المباراه اللي جايه، استعداد للمباراه القادمه. بالنسبه لي احنا طبعا لسه زي ما حضرتك قلت بالارقام لسه ما عدناش. فطبعا لازم استعدادنا زي ما هو، احنا طبعا في معسكر يا كابتن، هتعملوا معسكر؟ ما انتوا بنعمل على طول، احنا بنعمل معسكرات في العين السخنه على طول قبل المباراه بيومين، بنطلع معسكر اذا كان المباراه في القاهره فبنعملها هنا، اذا كانت المباراه خارج القاهره بنعمل في العين السخنه ونرجع، وبعد كده نطلع المباراه بتاعتنا. فاكيد استعداداتنا الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله ان احنا على قد ما نقدر الفتره الجايه بنحاول
ماتش الاهلي احنا عارفين ان ماتش الاهلي بيبقى ليه حسابات خاصه عند اللعيبه، فاللعيبه كلها بتخرج كل اللي عندها. احنا يمكن النهارده بنلعب النادي الاهلي يعني من احسن الفرق اللي موجوده في افريقيا، احسن الفرق اللي بتتحرك، يعني تلت الهجوم عندهم بيشتغل بشكل كويس قوي، الناس بتدخل لجوه، الناس الاطراف بتدخل لجوه، بعد كده الباكات بتطلع تكمل، بيعملوا الحته الهجوميه بشكل كويس. يمكن احنا كنا عارفين الكلام ده في المباراه الاولانيه، يمكن كمان نفذناها بشكل كويس قوي في الدور الاولاني وعملنا تعادل وكنا واقفين بشكل كويس. النهارده يمكن في غلطه طبعا اللي هي بتاعت باتريك غصب عنه، الراجل اتزحلق، وليد ازارو من الناس اللي عندها سرعات عاليه جدا، راجل هداف، راجل بيعرف من نص فرصه بيعرف يجيب جون. فالنهارده يمكن استغل الكوره وحطها بشكل كويس جدا، يعني يمكن غايه اول نص ساعه يمكن دي كانت اول غلطه للديفنس حصل منها الجون. الفتره الجايه ان شاء الله هارد لك يا كابتن، ان شاء الله يعني نتمنى لكم التوفيق. كابتن احمد حموده طبعا العام لفريق وادي دجله، بشكرك يا كابتن، شكرا جزيلا. شكرا. الغريبه كابتن يمكن لما نيجي نبص لعمر السعيد، هو كان هداف من هداف الدوري، كان احرز 11 هدف مع الانتاج الحربي، في ظل وجوده مع فريق وادي دجله ما حرصش غير هدفين، وده بحد ذاته علامه استفهام في حته المسانده للاعب المفروض ان هو هداف، او الشكل او يعني في بعض اللاعبين بينجحوا في مع فرقه وبعض اللاعبين ما بينجحوش، لكن هو جاب هدفين بس. عمر السعيد ما عندوش جايه هنا، وما عندوش عبد الله السعيد، وما عندوش السرعات برضو، ولا عدم التاقلم مع طريقه لعب معينه، والتدعيم مثلاً اللي هو نص ملعب للفراوده بتاعته، والعرضيات اللي هي بتاخده من الاطراف. احنا شفناهم في اول مباراه النهارده لعبوا كورتين عرضيين، كان ممكن يحرزوا هدف الحقيقه في اول مباراه، احنا ما جبناش سيرتها خالص الحكايه دي. لا هم النهارده راحوا على الاطراف، راحوا في البدايه بيروحوا بقى مع الاقل من النادي الاهلي، بيروحوا مع الامكانيات الاقل، بيروحوا مع الفرق اللي هي طمعانه فيهم. فهم ما يعني ان شاء الله السنه الجايه يقدروا يقفوا على رجليهم. طب انا بقى اخدت منك وقت في حته الاحلال والتبديل ما كملتوش يا كابتن، مش انا بس عشان لا خد حقك كابتن في الجزئيه، انا خدت حقي الحقيقه كده خلاص. كابتن عادل اتفضل يا رب. السؤال بتاع عمر السعيد ده كابتن، حضرتك طبعا عشان كنت متواجد في الانتاج الحربي وكنت متابع بشكل هو بص حاجتين مهمين جدا يا محمد، ان عمر السيد نفس مركزه يعني توظيفه بالنسبه هو جاي راس حربه صريح، الانتاج الحربي على راس حربه صريح، لكن اللي يفرق اللي تحتيه واللي حواليه، يعني الباكين مثلا واخد بالك، لان هو مش هياخد كره من الجول للجول، فمهم جدا طريقه اللعب، مهم جدا اولى قصد الملعب، مهم جدا الباكين، مهم جدا الناس اللي تحتيه بيخدموا على ازاي وبيتعاون معاه ازاي، خد بالك يا محمد ده مهم جدا. انا برضو المفروض في مواصفات معينه للاعيب النادي الاهلي يا محمد، في لما تقعد تفكر انا هجيب لعيب، انا ما بجيبش اي لعيب، انا لما بدفع 37 و35 مليون و40 مليون و20 مليون عشان في حاجات معينه، خلي الجانب الفني ده على جنب طبعا، تجيبه عشان فنياته الاول، لكن ما ينفعش تجيب واحد فني من غير ما يبقى بيفكر، واخد بالك، خلي بالك اي مركز النهارده في النادي الاهلي بيفكر، واخد بالك، في قناص، مقاتل، زكي غيور، في مواصفات معينه بتقعد لجنه الكوره تقول الراجل ده فيه المواصفات دي زائد الجانب الفني، واخد بالك، فدي حاجات بتلف الفرقه الكبيره، في ارقام النهارده في الدفاع، عشان كده الولد بيجي النادي الاهلي الحمد لله بتلاقي الامور كلها ماشيه جيده، اديله كام سنه في النادي الاهلي عشان يعمل مستوى رائع من وجهه نظري، احسن لعيب في هذا الموسم جيد على مستوى انه بيهدف وبيصنع محمد. صحيح. فده بالنسبه لعمر السعيد والمواصفات. طيب اخيرا كابتن، يمكن اخد راي كابتن عادل في واحنا بنتكلم بقى على وادي دجله والفرق اللي ممكن تبقى متواجده او مش متواجده في الدوري الممتاز، خبراتك يا كابتن الاقرب هو وادي دجله، لكن واضح ان كمان يعني كابتن رمضان السيد متفوق مع فريق رجاء في الفتره الاخيره، يعني الامور لسه من وجهه نظر كابتن عادل، هل ممكن تحصل مفاجاه؟ الكره فيها مفاجآت، وهو كده المفترض ان الفرقه اللي بتلعب على الصعود او الهبوط لازم يبقى عنده حذر، وحذر يكون قوي جدا. الحاجه الثانيه المهمه اللي هو عايز ايه من المباراه، وادي دجله يمكن النهارده يمكن الكابتن احمد حموده قال كلمه مهمه جدا، قال انا بلعب النادي الاهلي نادي كبير ونادي عريق واحسن نادي في افريقيا، يعني اتكلم على الـ على على العناصر اللي في النادي الاهلي، كان الاولى في المباراه يعني انت طالما كده يبقى انت بتودب للمباراه اللي بعديها، ده من وجهه نظري. يمكن في مدربين بيفكروا بالشكل ده، بيبقوا ايجابيين جدا في الوقت اللي انا محتاج فيه جهد لعيبتي، هيكون جهد لعيبتي جامد قوي، ما بلاش عشان المباريات بتبقى متتابعه وتبقى ما عنديش عدد من اللعيبه كويس قوي، يبقى ما بلاش في مباراه الاهلي ادوس لدرجه ان انا اجهد نفسي المباراه اللي بعديها
هنزل. ممكن يبقى وارد كده، ممكن وارد، ده تفكير وده فكر مدربين ويجب انه يبقى كده. يعني في مدرب بيفضل ان هو لما يجي عند مباراة النادي الاهلي مثلا ممكن يستغل انه يجهز لاعب واثنين وثلاثه عايز يلعبهم، وحته الايجاد مش بقول انه ينزل يستسلم، ولكن عاوز يقتصر الجهد بتاعه، لانه نسبه الثلاثه بونت في انا بكلمك على السنه الحاليه نسبه الثلاثه بونت انتهوا. يعني النادي الاهلي هياخدهم نسبه حوالي 80-90% اي فرقه كده كانت بتلعب النادي الاهلي السنه دي، ودي من الميزه اللي عملها النادي الاهلي في بدايه الموسم، ان الفرق كلها كان بيطلع مدربين، ودي الاول مره تحصل، يطلع مدربين يجوا حتى عندنا هنا اتكلموا معانا اكتر من مدرب، قال لك النادي الاهلي ملمس عالميا، النادي الاهلي افضل نادي، النادي الاهلي افضل لاعبين، النادي الاهلي اقوى ناس، فوصلوا للدرجه دي. ففي ممكن الفكره انه رايح كابتن حموده رايح للمباراه اللي بعديها، عشان المباراه اللي بعديها بتاعت الانتاج الحربي مباراه مهمه للغايه. عشان كده بقول لك انه الفرص تقدر تقول ان وادي دجله، وادي دجله اقرب للقعد في الدوري بالشكل اللي انت بالشكل الوقت الحالي، يعني بالشكل اللي انت شفت الطنطا والرجاء والدوافع اللي عندهم. والله شوف انا 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 علمتني الكره اللي انا ما اجزمش بحاجه ولا اتوقع، ولكن انا بقول لك انه المعطيات بتقول اني اقربهم، علشان الفرق اللي بنقط اللي موجوده في خمسة نقاط ما بين فرقه طنطا ووادي دجله. فانا بشوف حتى الرجاء ليه فرصه على الورق، في فرصه صحيح، ولكن والحياه لازم تستمر ولازم تتكافح ولازم صحيح. يموتوا نفسهم الى الاخر، ما تعرفش مع ربنا هو اللي يعلم ايه اللي هيحصل في الاخر. ولكن زي ما احنا لسه شايفين كده برضو في الدرجه الثانيه الترسانه ونجوم المستقبل لسه حتى الان لسه بكره هيلعبوا المباراه. صحيح بكره هيبقى ماتش مولع برضه في ماتش قوي. عامه ترافولتا عايز تقول حاجه قبل ما ننهي الحلقه؟ لا بشكرك وبشكر نجوم مصر كلها، ومبروك النادي الاهلي والحمد لله على السلامه كابتن محمود الخطيب. بيبو بيقول لي ترافولتا، قلت له طبعا كابتن شريف ترافولتا طبعا. يعني كابتن شريف انا بشكرك، بشكرك كابتن فاروق، كابتن ربيع بشكرك كابتن، ومبروك كابتن، شكرا، ودايما بنستمتع بيك كابتن. خليك كابتن عادل بشكرك، شكرا بنستمتع بيك، الله يكرمك. وطبعا زي ما احنا دايما بنقول الحمد لله على السلامه كابتن محمود الخطيب، ما زلنا مستمرين معاكم وفقره تحكيميه وكابتن سمير عثمان بعد الفاصل.